كابتن طارق سليمان مدرب حراس النادي الاهلي الاسبق. كابتن طارق منور الدنيا، ازيك كابتن احمد؟ وحشني جدا، ربنا يكرمك والف سلام عليك. انت اللي منور وامير منور وقناه الاهلي كلها منوره. الف سلام عليك. مالك؟ الله يسلمك. يعني حاجه بسيطه كده، انا مش متعود منك على الكلام. لا اصابه بسيطه كده يعني. ولا ايه؟ كنت بلعب كده في مصر مع اولادي يعني، ف جالي جزع كده بسيط. طب يعني انت مالك ومالك كوره؟ مش عايز اتكلم يعني، انا مش عايز اتكلم. لا والله يعني تعرف الواحد من حين لاخر كده بيحب يلعب يعني مع اولاده، يعني العيال كبرت دلوقتي وبنلعب معاهم يعني بتتسلى يعني. طيب قبل ما نبدا الحوار ان شاء الله يكون حوار مميز مع النجم طارق سليمان، تعالوا نشوف تقرير عن كابتن طارق سليمان ونرجع لحضراتكم على طول. يعد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق واحدا من أهم نجوم القلعة الحمراء لما يتمتع به من أدب وصمت. كرة بنادي الزعفران، منه انتقل للأهلي عام 1985 لتبدأ رحلته في مارد الجزيرة، حيث كانت المباراة الأولى له مع الفريق الأول عام 1988 أمام السكة الحديد. أعطت الظروف والأيام ظهرها للحارس الأمين طارق سليمان، حيث كان تواجده في الأهلي وقتها وسط جيل العمالقة ثابت البطل أحمد شوبير، خاصة الأخير الذي تألق بشدة في بداية حقبة التسعينيات وشارك في مونديال إيطاليا. فاختار طارق الرحيل إلى المقاولون الذي استمر به 10 سنوات، ومنه إلى أسمنت أسيوط ثم بترول أسيوط، ومنها إلى سموحة، إلى أن اعتزل الكرة نهائيا. حصد في المقاولون كلاعب 4 بطولات منها بطولة إفريقيا. طارق سليمان لم تنصفه الملاعب إلا قليلا بقدر موهبته وقدراته، لكنه انضم لأكاديمية الأهلي مباشرة بعد اعتزاله، ثم انضم لقطاع الناشئين ثم المريخ السوداني، والعودة للأهلي كمدرب لحراس الفريق الأول. حصد 14 لقبا مع القلعة الحمراء. طارق سليمان مدرب الحراس الصامت دوما، مدرب من أسرة جميعها حراس مرمى. طارق سليمان المدرب الذي لم يخسر أمام الترجي، معنا حصريا ابن الأهلي المخلص في قناة الأهلي. طارق سليمان حارس التتش الصامت. وبروبا يا سلام يا طارق لحسام، وبرافو طارق سليمان. يا سلام يا طارق يا سليمان. وبريتش وينقذها طارق سليمان، برافو طارق. اهلا بحضراتكم من جديد، مشرفنا ونورني الكابتن طارق سليمان نجم الاهلي ومدرب حراس مرمى الاسبق. كابتن طارق منور الدنيا. ربنا يكرمك يا عبد الحميد، وبشكرك طبعا، وبشكر كل الساده اللي قاموا على التقرير ده، تقرير محترم بشكرهم عليه، وان شاء الله نقدم حاجه كويسه للفتره اللي احنا موجودين فيها في قناه النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني اخر حاجه في التقرير، يعني ابن الاهلي المخلص وحارس مرمى الصامت. والله يعني وانا من عادتي ما بتكلمش كتير يعني. فتره النادي الاهلي انا قعدتها في النادي الاهلي من 2012 لحد 2018، انا حوالي 6 سنين وشويه. ما كنتش يعني دايما، احنا في النادي الاهلي متعودين كده، خد بالك اللي دايما بيشتغل ما بيحاولش انه يكمل يتكلم، دايما بيبقى انجازاته دايما، والحمد لله الارقام اللي احنا عملناها في النادي الاهلي هي دايما اللي بتتكلم، فكنا كلامنا قليل وبنشتغل كتير. ولا يعني ده تعودنا كده وتربينا على كده في النادي الاهلي، وتعلمنا من اللي قبلينا دايما اللي في النادي الاهلي بيحاولوا انه يشتغل ويركز في شغله
ودايما شغلك بيتكلم عنك. انا قعدت في النادي الاهلي فتره كبيره الحمد لله، اشتغلت مع يعني حوالي 10 ولايات في النادي الاهلي، مع 10 ولايات تدريبيه في النادي الاهلي، منها طبعا مدربين مصريين كتير، ومنها طبعا 3 مدربين اجانب. فالحمد لله يعني الواحد ما بيحاولش يتكلم كتير يعني، انما دايما بيبقى الشغل هو اللي بيعبر عن الواحد، والحمد لله الناس يعني الكلام ده بيبقى ملاحظاه الحمد لله يعني. يعني انا اسالك السؤال، انت عارف احنا، انت عارف انها صغيره، انا عارف احنا عارفين بعض على المستوى الشخصي يعني قوي طارق سليمان، بعض سنه جميله في بترول اسيوط، طارق سليمان ما كملتش. من انقى الناس اللي ممكن تتعامل معاهم في حياتك يعني، الحمد لله النهارده كان معانا ضيوف يعني مميزه جدا. طارق سليمان من انقى الناس اللي ممكن تتعامل معاهم في حياتك، شخصيه طيبه جدا، شخصيه مخلصه جدا، بس كان نفسي يجيبوا الاجوان اللي انا جبتها فيك. انت لسه بتقول لي يعني ما بيجيبوش اجوان ليه اللي انا جبتها فيك؟ يعني هيبقى جاي في قناه الاهلي يعني برضه عشان برضه يعرفوا برضه. لا يعني والله بص يعني الواحد الحمد لله يعني لعبت فتره في الاهلي قبل ما اروح للمقاولين العرب، وبعدين يمكن انا قعدت في المقاولين العرب 12 سنه، فتره مش قليله، مش قليله طبعا. لعبت فيها حوالي 256 مباراه، وبعدين خدنا 4 بطولات مع المقاولين، يعني من الحاجات برضو الكويسه قوي ان انا يعني في تاريخ 4 بطولات مع المقاولين بره اهلي وبره نادي الزمالك، بتحقق 4 بطولات، ده رقم كويس طبعا. منها بطوله افريقيه سنه 95 96، واتنين كاس مصر، وبطوله سوبر. فاربع بطولات بتحققها وانت بتلعب مع المقاولين بره النادي الاهلي، ما بتبقاش سهله لعيب يحقق 4 بطولات بره النادي الاهلي، مش سهله خالص يا كابتن حبيب، انت عارف اكيد يعني دايما النادي الاهلي بيبقى البطولات برضو الكيان وال بالظبط كل حاجه بتساعد جوه النادي الاهلي بالظبط. انت في بره النادي الاهلي بتلاقي الدنيا صعبه شويه قوي، صعبه جدا. فلما بتاخد 4 بطولات وانت بتلعب مع المقاولين العرب، فده رقم كويس، ده رقم كبير. فالحمد لله يعني. وبعدين اتنقلت طبعا لاسمنت اسيوط سنه، ويمكن قضينا مع بعض تقريبا 6 شهور، وانت بعدها بقى سبتني بترول اسيوط. لا سنه اسمنت اسيوط انا لوحدي، الست شهور التانيين انت سبتني طبعا ورجعت على النادي الاهلي بعد كده. الناس كانت محترمه جدا. طبعا لازم جدا جدا يعني بصراحه جدا. فقضينا مع بعض سنه، وان كان انا اتعرفت عليك في السنه دي قوي، انت اتعرفت عليها طبعا، فعشان كده العلاقه بينا الحمد لله مستمره الى الان يعني. يا رب. اي حد بيسيب الاهلي بيبقى زعلان، بقى زعلان قوي طبعا، مفيش شك. يعني الاهلي يعني اتعلمنا فيه حاجات كتير قوي من وانا صغير. انت عارف ان جيت النادي الاهلي وانا عندي 12 سنه. انا جيت سنه 85، قعدت من 85 لسنه 93، فقعدت 8 سنين في النادي الاهلي. بعدها زي ما اقول لك رحت المقاولين العرب، قعدت في 12 سنه في المقاولين، ورجعت بقى الاهلي بعد ما بطلت. فاشتغلت في اكاديميه الاهلي سنه، والحمد لله سنه استفدت منها جدا، انها كانت في الاكاديميه وكان معايا حراس مرمى. يعني انت ما بتختارهمش الحراس ده، تعرف الاكاديميه طبعا بيبقى بتتسع عدد كبير من الحراس. كان موجود معايا حوالي 45 حارس مرمى في الاكاديميه، وكنت بشتغل معهم مقسمهم على فترات. اشتغلت سنه في الاكاديميه، سنه بعدها على طول ربنا اكرمني وطلعت القطاع. قعدت سنتين ونص، وبعدين ده كلام مهم جدا، خلي بالك. طبعا كلام مهم جدا، عشان كمان تدي يعني بادره امل للناس اللي شغالين في الاكاديميات. بص يا كابتن، بقى بالنسبه لهم ان انا اوصل الفريق الاول ده حلم بعيد قوي. خد بالك الاكاديميه كان فيها علي ماهر، كان فيها محمد عمار، كان فيها هشام حنفي، كان فيها ياسر ريان، كان فيها سيد عبد الحفيظ، كان فيها محمد رمضان، كان فيها ابو الدهب، اسماء كبيره. انا مش عايز، كان فيها قلت لك ياسر ريان، كان فيها اسماء كبيره جدا. فكل الاسماء دي اشتغلت في الاكاديميه سنه واثنين وثلاثه، وبعد كده زي ما انت شايف دلوقتي لما بنتكلم هنذكر الاسماء دي هتلاقي كلهم في انديه دلوقتي. علي ماهر ما شاء الله مدير فني، مكسر الدنيا عليه ما شاء الله، ماشي بشكل كويس جدا. اسماء كبيره. انا قعدت في الاكاديميه سنه، وزي ما قلت لك انا بدايتي قلت لك انا استفدت منها كتير جدا. كنت شغال طبعا مع كابتن سامح يحيى الله يرحمه، كان حارس مرمى وكان مدرب في الاكاديميه. وبعد كده طلعت القطاع سنتين ونص، اشتغلت سنه في المدرسه مع 5 فرق، وبعد كده صعدت 16 سنه، قعدت سنه ونص في مع 16 سنه، وبعدين رحت المريخ السوداني مع كابتن حسين البدري. حققنا بطوله الدوري في 2011، رجعنا على انبي قعدنا 6 شهور، وبعدها على النادي الاهلي. ففترتي في النادي الاهلي كلها من 2012 لحد 2018، يعني فتره كبيره الحمد لله، حققت فيها 14 بطوله مع النادي الاهلي. تمام. يعني انت عارف طبعا سنه الحياه، طبعا الحقيقة ان انا بقعد في مكاني سواء ناجح سواء على علامه استفهام. انت كنت قايم بدورك على اعلى مستوى، كل الناس طبعا معاك، حراس زي شريف اكرامي، معاك حراس زي الشناوي، معاك علي، معايا ابو السعود طبعا، وكان معايا احمد عادل طبعا، واحمد عادل كان معايا حراس من القطاع فتره كبيره. يعني عملنا روتيشن في الحراس اللي هم كانوا بيصعدوا من القطاع.
والحمد لله بيتهيألي يعني الحمد لله رب العالمين يعني بداياتنا كلها الحمد أكيد. لله يعني نجاحات طبعا اكيد احنا خدنا 5 بطولات قاريه من 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 يعني من 20 بطوله اللي خدوا النادي الاهلي في تاريخه من 2012 لحد تقريبا 2014 احنا خدنا 5 بطولات منهم 2 ابطال دوري 2 سوبر كونفدراليه وكل ده مع شيف اكرامي شيف اكرامي احمد عادل وابو السعود وبعد كده طبعا الفتره الاخيره طبعا اللي لعب فيها السنه اللي فاتت طبعا الشناوي موجود بقاله سنتين السنه الاولى اللي جه فيها لعب فيها 10 مباريات لعب فيها 3 دوري 3 كاس 4 بطوله عربيه 10 مباريات السنه اللي فاتت لعب 31 مباراه بالظبط وبها طبعا راح منتخب مصر ولعب كاس عالم ففي النهايه زي ما بقول لك احنا بنشتغل في النادي الاهلي ولما بنمشي في النادي الاهلي برضه يعني النادي الاهلي ده في دمنا يعني بصراحه يعني انا لما كان ليا لقاء مع مصطفى كمال مدرب حراس مرمى الاهلي الحالي ليا حوار معاه كان في الاعلام يعني كان معاه في التليفون وكان ليا حوار معاه خاص قال لي بصراحه بص يعني طارق سليمان يعني انا لما باجي مره الاجوان حاجه جميله جدا يعني طارق سايب بصمه كبيره جدا مش لاقي صعوبه مش لاقي يعني حاجات بحاول اشتغل بكمل اللي كان بيعمله طارق سليمان فبصراحه انا يعني قلت له انت بتقول كده عشان انت مصطفى كمال اللي انا عارفك قال لي والله ما بهزر قال لي فعلا كانت بالنسبه لنا ان انا مش لاقي يعني ان انا حاجه اعالجها انا بس بطور زي ما كان طارق بيعمل فحاجه جميله جدا ان مصطفى بيتكلم عليه والله انا بشكره طبعا بشكره طبعا وانا برضو خد بالك يا كابتن حميد برضو نفس اللي قاله مصطفى انا بقوله انا برضو لما اشتغلت انا اشتغلت بعد كابتن احمد ناجي فبرضو الحراس المرمى كانوا يعني شغالين وكانوا ما شاء الله بياخدوا بطولات وكان الدنيا كويسه يعني يعني احنا ما بنجيش نشتغل يعني دايما بنكمل الشغل سواء انا لما اشتغلت كملت شغل كابتن احمد ناجي ومصطفى لما بيجي بيكمل شغله واللي هيجي بعد مصطفى هيبقى يعني احنا في النهايه في النادي الاهلي طبعا اكيد بيبقى كل واحد له بصمه والبصمه دي خد بالك يعني انا يعني مش لازم انا اقولها البصمه دي بتتحس من الناس بتتحس من الناس لما بتيجي تتكلم معايا بتشوف الكلام ده بتشوف كل حراس اللعبه كابتن عبد الحميد بتشوفه في شريف اكرامي لما كان بيلعب وكان ماشي بشكل كويس جدا وخدنا كان في اخطاء وما زالت الاخطاء موجوده الاخطاء بتخلص وكاس العالم كان في اخطاء يعني لما نتكلم على لوريس حارس مرمى فرنسا لولا الخطا الاخير في المباراه النهائيه اللي كسبوا فيها 4-2 4-2 الخطا الاخير اللي هو بيستلم الكوره وبيحطها بالظبط كان ياخد احسن حارس في العالم خدها كورتو فعايز اقول لك ان الاخطاء موجوده في كل حراس المرمى اللي في العالم ونوير لو احنا شفنا في كاس العالم كان عنده اخطاء بالظبط كل حراس مرمى عندهم كله عنده ولكن برضه بيعملوا بطولات وبيعملوا اداء كويس وشفناه في حراس مرمى الكبار يعني اهم النقاط اللي بتحطها قدام عينيك في شغلك يا كابتن طارق مهم جدا ان الحارس يثق فيك يا كابتن عبد الحميد ويبقى في صدق بينك وبينه لما الحارس بيثق فيك ويثق فيك في حاجتين مهمين جدا ان انت دايما وانت بتكلمه هو بيشوف في عينيك الصدق ودي مهمه جدا يحس ان المدرب اللي قدامه ده بيبقى صادق معاه في كلامه وكل كلمه بيقولها له بيقولها بصدق ومش لازم انا يعني خد بالك في اوقات كتير جدا انا كنت بشتغل مع الحراس ولما كنت بشتغل مع احمد عادل مثلا فترات كبير ما كانش بيلعب والولد ما كانش فيش تمرين كان بيبقى جاي مثلا مكسل او جاي مثلا نموذج جميل نموذج محترم ودلوقتي ما شاء الله ماشي هايل في المقص ان شاء الله عليه فالولد قعد فتره كبيره في النادي الاهلي اصل احمد كمان بيلعب شارب الاهلي كله وكنت هو بيحب النادي الامانه يعني ده بعشق يعني فعلا لما اللي بيقول له ابن النادي فعلا ولد فعلا دي حقيقه يعني متربي في النادي وشريف متربي في النادي والشناوي متربي في النادي الشناوي جاي بس الشناوي كان جاي اكبر شويه من شريف واكبر من احمد عادل فعايز اقول لك زي ما نرجع للسؤال ان دايما الحراس وهم شغالين معاك مهم قوي العلاقه الصدق يبقى معاهم بشكل كويس العلاقه بينك وبينهم تبقى يعني علاقه حب وعلاقه احترام وقبل الحب يبقى لازم يبقى في احترام لان انت لو ضاع الاحترام الحب كمان مش موجود الاحترام اهم من الحب فالحمد لله كان الاثنين موجودين كان موجود احترام بيني وبين كل الحراس كانوا موجودين الاخوات الصغيرين السن بيني وبينهم برده مش كبير قوي فدي كان نقطه مهمه بيني وبين الحراس كلها يعني ففي احترام وفي حب وكان الحمد لله رب العالمين اللي كان بيلعب كنا بنبقى كلنا في ظهره كنت انا في ظهره بشكل كبير جدا وبسنده ولو عنده اخطاء ما تقلقش العب والاخطاء دي وارده في كره القدم بس نحاول ان الخطا ما يتكررش ويبقى دايما في ظهره عشان لو الحارس لعب يا كابتن حميد وهو حاسس ان الجهاز الفني او مدرب الحراس او يعني بيتلككوا له او مستني له يخطا او هم يعني لو دي حس ان فيها يعني عدم الثقه بينه وبين الجهاز او مدرب الحراس هتعمل مشكله كبيره جدا ويبقى في اخطاء ودايما هو بيلعب هيبقى دايما شاغل نفسه باللي بره اكيد قاعد مركز في اللي بره قاعد مركز في مدرب الحراس قاعد مركز في الجهاز الفني
هتبقى في مشكله. والحاجات دي انت كلها كل الحاجات دي انت تعرضت لها شخصيا عشان كده انت حاسس قوي. انا حسيت بيها كلها لان انا لعبت الكلام ده حسيته وانا بلعب. فدايما انا كل بص يا تحبيب مباراه وديه ببقى مركز جدا جدا في ان لو ده لعب شوط يبقى انا مركز ان يعني الماتش اللي قبليه كان مين اللي بيلعب وكان مين احتياطي وكان مين اللي كان بره. وراعي قوي ان الحارس اللي بيلعب اساسي ما يبقاش محتاج قوي مباراه وديه زي الحراس اللي ما بيلعبوش. يبقى اللي ما بيلعبوش دول هم الاهم ان يلعبوا عشان برضه نجهزهم برضه فنيا وبدنيا ونفسيا. ودي مهمه ان انا بيبقى عندي ماتشات وديه كتير الحارس اللي بيلعب ده ما بيبقاش محتاج معامله قوي قد الحراس زي الحراس اللي ما بيلعبوش. كان احمد عادل ده اتكلم معاه كتير جدا. ابو السعود كنت اتكلم معاه كتير اقول له احمد هتلعب ان شاء الله هتلعب محتاجين بالظبط دعم معنوي ولعب في توقيت صعب جدا ولعب نهائي بطوله افريقيا الكونفدراليه ماتشين ماتش الذهاب وماتش العوده. والحمد لله ربنا اكرمنا لدرجه ان المباراه النهائيه كان بيلعبها هو كان عنده مزق حوالي 6 سم في الاماميه جاله في اثناء المباراه ده احمد عادل. وكان المباراه ديت كان المفروض ان احنا في كان في 2 كمان مصابين مع احمد عادل في الملعب. احنا كنا 14 لعيب في 11 في الملعب و3 على الدكه. يعني كان في 3 احتياطي على الدكه ما كناش مكملين 14 في 12 لعيب. لدرجه ان التغيير الثالث كان جريده اللي كان موجود وكان عايز يغير التغيير الثالث ده فاحمد عادل بيجري بيعرج باين قوي يعني. فروحت له لفيت له ورحت له ورجعت له احمد احنا عايزين نغير التغيير الثالث احنا متعادلين 0-0 ولحد الدقيقه 96 0-0 انت فاكر طبعا الجون بتاع عماد متعب طبعا. فلفيت لاحمد عادل رحت له قلت له يا احمد احنا عايزين نغير التغيير الثالث هتغير هنغيرك ولا الراجل عايز يغير هيستفيد بالتغيير. قال لي انا ورجلي مقطوعه انا هكمل والله يا والله العظيم انا بقول لك على يعني انا اللي فيت وراء انا ده تصريح للتاريخ ده برجاوي يعني عايز اقول لك عشان كده احمد عادل للتاريخ عشان كده دايما بكلم احمد عادل احمد عادل راجل واحمد عادل بيحب النادي الاهلي جدا وهو لما كمان هو خباه كله طلب يمشي ولما انا طلب كنت اسالك في الجزئيه طلب ان هو عايز يلعب وعايز يلعب فاحنا كمان النادي كمان ما تاخرش النادي ساعده وقف جنبه وما طلبش فلوس كتير لما يعني حتى النادي هو احمد لما مشي كانت الدنيا سهله وكان زي ما الولد كان يعني وقف كتير جدا وما عملش مشكله في الفتره اللي قعدها في النادي الاهلي لما جه يمشي كانت الدنيا سهله بالنسبه له وراح ولعب وبادي بشكل كويس ما شاء الله عليه فالحمد لله يعني طبعا انا بحاول اجيب الاسئله عايز اسالك في حاجات كتير جدا بس يعني مش عايزين ندخل في حاجات فيها حساسيه قوي لكن طارق سليمان اللي هو المدرب النادي الاهلي الحراس النادي الاهلي اكيد مدرب حراس احسن نادي في افريقيا احسن نادي في الوطن العربي اكبر جماهير اكيد بتدخل على الفيسبوك وبتدخل على مواقع التواصل الاجتماعي عموما وبتشوف انتقادات لطارق سليمان بقى بتقابل الانتقادات دي ازاي كشخص طارق بص سليمان بص انا بفهم انا دايما الانتقادات دي ما بزعلش منها خالص بس بيبقى في الانتقادات باينه هل ده عنده حسابات حسابات شخصيه هل ده الانتقاد ده عشان شخص معين تاني هل ده انتقاد لانه بيحب النادي الاهلي فعلا وهو بيبقى قلبه على النادي الاهلي وخايف على النادي دي ما بزعلش منها خالص خالص كلام جميل ان انا دايما انا ببقى لما بقرا حاجه بتبقى باينه قوي قوي ان هو قاصد حاجه معينه عايز يصفي حسابات حاجه معينه عايز لشخص معين او شخص معين فتبقى باينه غير واحد بقى بيحب النادي الاهلي ده طب انا وانا ماشي في الشارع بص ده انا في مره من المرات والله كنت بعدي الشارع لقيت واحد قام رايح ضارب فرامل سواق تاكسي كبير في السن معدي مثلا 60 سنه ضرب فرامل ودقنه كبيره كده قال لقيته بيقول لي انتوا عايزين مننا ايه؟ قلت له عايزين منك ايه بس ده احنا ده النادي الاهلي ما بيلحقش ما شاء الله جمهور الاهلي ما بيزعلش بيزعل حاجه يعني وقت بسيط قوي يعني دايما الحمد لله احنا على طول بطولات يعني ما بيعديش موسم غير لما ناخد بطولتين دي حقيقة بطوله واحده دي يعني نادرا لما ناخد بطوله فالحمد لله بناخد يعني قلت له انت زعلان من ايه يا حاج؟ زعلان طبعا عشان بطوله افريقيا احنا بقالنا فتره ما خدناش افريقيا قلت له ما تقلقش يا حاج ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك بس ما تزعلش كده فهو ده واحد بيحب النادي الاهلي ازعل منه مستحيل ازعل منه مستحيل فعايز اقول لك ان الانتقاد ده ليا شخصيا ما انا تعرضت لانتقاد كتير جدا وحملات كبيره جدا كانت بتبقى عليا بسبب اخطاء طبعا للحراس بشكل عام بس هي يعني اخطاء الحراس وارده كابتن حميد في كل وقت مفيش حارس انت قلت اسماء حراس كبيره جدا لازم نتكلم على كاريوس اخطاء كاريوس حارس مرمى ليفربول السنه اللي فاتت دي في نهائي بطوله اوروبا بالظبط شفت الخطأين عامل ازاي بالظبط ماسك الكوره في ايده بالظبط بيحطها بنزيما بيحط رجله بياخدها يجيب جول ده خطا ده الكره الثانيه متشاطه من مسافه قد ايه يعني ما تعملش معاها مش عارف ياخد قرار مش عارف يمسكها ولا مش عارف يمسكها ولا يصطها ولا يضربها مش عارف مش ما خدش الكره شاطه من كام من اكتر من 35 ياردة فتخيل انت في نهائي بطوله اوروبا فعايز اقول لك نوير في كاس العالم لوريس في نهائي كاس العالم كره في رجليه بيوقفها بيحطها للراجل اللي يجيب جول بالظبط
فكل دي اخطاء احنا بنجلد نفسنا قوي يا كابتن عبد الحميد. وزي ما قلت لك في ناس بتزعل بجد وفي ناس بتبقى قلبها على النادي الاهلي ولما ده بيحصل انتقاد منهم ما بنزعلش خالص. انما في ناس تانية بيبقى زي ما قلت لك بيبقى عندها حسابات. دي بقى بتبقى عين. دي بقى بقى انا عارف فالاتجاه واضح يعني. انما في النهايه طبعا يعني لما بتقيم الفتره كلها على بعضها اللي احنا قعدناها في النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين يعني فيها 14 بطوله منها خمس بطولات على المستوى القاري. خمس يعني في تاريخ قرية. النادي الاهلي يا كابتن عبد الحميد 20 بطوله قاريه من 1900 حاجه. انت مشارك في ربعهم في ربع البطولات. مش انا يعني انا مش لا انت كشخص ما انت كشخص برضه يعني شيف اكرامي ده اللي الناس بتنتقده كتير والناس بتتكلم عنه كتير. شيف اكرامي ما شاء الله يعني شوف البطولات اللي واخدها مع النادي الاهلي بطولات كتير يعني يعني شيف اكرامي تاني حارس مرمى بعد عصام الحضري عدد بطولات على مستوى القاري. عصام الحضري تقريبا 6 شريف اكرامي واخد 5. انت بتدافع عنه في نفس الوقت اللي انت كنت بتلعب الشناوي. انت بتعامل أنا انت بتعامل عينيك بتعامل قلبك بتعامل ضميرك طبعا. احمد عادل زي الشناوي زي شريف اكرامي زي ابو السعود زي مسعد عوض زي الحراس اللي كانوا بيطلعوا معايا من تحت حراس كتير زي علي لطفي دلوقتي. علي لطفي ده برضه من الحراس الممتازين قوي وحارس متميز جدا جدا وان شاء الله يبقى له دور مع النادي الاهلي. الشناوي في اداؤه السنه اللي فاتت ده. فانا مش بدافع عن شريف اكرامي انا بدافع بس ان بيبقى في اوقات انتقاد بيزيد دبح. دي حقيقه بيبقى في دبح وزاد قوي الايام دي بصراحه يعني بيبقى كتير جدا مش على شريف بس على اي حد يعني على اي حد. فعايز اقول لا شريف بتزعل قوي يا كابتن طارق لما تحس ان هو طالع منك يعني من جمهورك اللي بيحبك قوي مش مستحمل لك ماتش ماتشين. بس صدقني والله يا كابتن حميد انا ما بزعلش من جمهور الاهلي لما في انتقاد ما بزعلش. ما انت قلت احنا فرقنا بين الانتقاد. في ناس بتبقى عارف انت بتزعل بحرقه. اه بالظبط اللي بيزعل بحرقه ده وقلبه على النادي ما بيزعلش منه بيبان. انما في ناس بتبقى هي مستنيه عارف انت ايه يعني. الكره دي من اصعب لو تعدها لنا الكره دي من اصعب الصدات اللي صدها شريف اكرامي بصراحه. اتفضل يا كابتن. انا طبعا ده ماتش ايه ده انا مش على مش شايف بنلعب مين يا كابتن حميد. الصوره بعيده شويه. ما هو البرجاوي يجيب لك لقطات كل الماتشات الاهلي والداخليه تقريبا ده الداخليه. ده الداخليه. شريف كان متالق في المباراه ماتشات كتيره يعني مش ماتشات افريقيه وماتشات ماتشات يعني تخيل انت يعني بطوله افريقيا دي بطوله صعبه. بص الكره دي صعبه صعبه قوي. جدا 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 صعبه جدا تمركزه فيها كويس. شوف المهاره نفسها شوف فرد الجسم عامل ازاي. شوف توجيه الجسم وتوجيهه يطلعها بعيد عن كل اللي كمان الشناوي لما لعب بصراحه يعني انت اديت الشناوي كمان انت بتدي لكل واحد حقه بصراحه. طبعا انا كنت قابلتك يعني انا كمان المفروض ما اروحش لكن انا كنت دايما باجي لك التمرين في النادي ببقى عايز ببقى مشفق عليك بصراحه يعني. انت معاك شريف اكرامي ومعاك محمد الشناوي ومعاك احمد عادل ومعاك عادل برضه خلي بالك يعني كل واحد ليه شخصيته وكل واحد جون كبير فان انت تختار ومنافسه وتدعم بالظبط كده وبعدين ردود الافعال الثانيه. انت عارف يا كابتن عبد الحميد النقطه دي مهمه قوي. شريف اكرامي وهو بيلعب نفس الكلام كنت بقوله لشريف اكرامي كربون بقوله للشناوي. اكيد الشناوي جاي يلعب وهنبقى في ظهرك هنساندك لو عندك لو في اخطاء هنتحملها وما تقلقش والعب ولو في اخطاء ما هو الخطا وارده زي وكنت بقول الكلام ده لشريف. انت شايف لو قعدت ولعب حارس مرمى تاني نفس اللي بعمله معاك هيعمله معاه. لان انا في النهايه انت يا شريف انا مدرب حارس مرمى النادي الاهلي. لا انا مدرب شريف اكرامي ولا انا مدرب احمد عادل ولا مدرب الشناوي. انا مدرب في النادي الاهلي والمكان ده يتحتم عليا ان انا ابقى مخلص للمكان ده وابقى فير في المكان ده. والحمد لله رب العالمين زي ما قلت لك الشناوي السنه اللي فاتت لما بدا يلعب بس اول مباراه لعبها كانت مباراه الانتاج الحربي. اول مباراه طبعا بعد ما رجعنا من بطوله افريقيا شهر 11 بعد المباراه النهائيه اللي خسرناها مع الوداد. لعب مباراه في الكاس وكان اول مباراه في الدوري كانت مباراه الانتاج. ما شاء الله ما شاء الله اداء متميز للشناوي وبسبب الاداء ده مش مباراه واحده يا كابتن حميد. لا فضل ده مباراه واثنين وعشرة وعشرين لحد ما لعب اكثر من حوالي تتكلم في حوالي 31 مباراه. دي حقيقه. فالمباراه دي كلها ادته افضليه انه يروح منتخب مصر. ولما راح منتخب مصر كمان الظروف خدمته شويه. خدمته طبعا انه بيلعب وشيف اكرامي في النادي ما بيلعبش. خدمته ان احمد الشناوي في الزمالك اتصاب فالولد كمان ادى بشكل كويس وكان في قناعات من كوبر مع للولد ادى بشكل هايل. واول ما راح يا كابتن خد بالك بقى اول ما راح الشناوي كان بعدها بثلاث ايام كان في مباراه البرتغال. اول مباراه واول مباراه دوليه بالظبط. فبعد المباراه حتى انا كلمت قلت تصريح مهم قوي قلت ان الشناوي بيلعب مباراه البرتغال ومباراه صعبه ومباراه مهمه
وتحس انه بيلعب بقاله 5-6 سنين منتخب مصر بالظبط، وكمان تحس انه بيلعب تحت ضغط عالي قوي، بس انت عارف طبعا ليه هدوءه في المباراه، تركيزه العالي، تحركاته، اداؤه السهل، تحس ان الولد بيلعب عنده مثلا 45 مباراه دوليه، 50 مباراه دوليه، 5-6 سنين منتخب مصر. فعشان ده ادى اطمئنان كبير جدا للراجل اللي ممكن ايه يعتمد عليه في كاس العالم. فقام مدوه كمان ماتشين في الـ في الـ في الـ في الماتشات الوديه، اداله ماتش بلجيكا الشوط الاول، واداله ماتش كولومبيا الشوط الثاني، ولعب ثلاث ماتشات تقال بالظبط. المنتخب لعب في الفتره دي يا كابتن حميد حوالي 5 ماتشات، ماتش مباراه الكويت والثلاث ماتشات اللي احنا قلنا عليهم، وكان في مباراه كمان كانت مع مش فاكر المباراه كانت مع مين، المباراه الخامسه. والماتشات دي كلها اللي لعب فيها مين اكتر عدد ماتشات كان الشناوي، ولما رحنا كاس عالم بدا بالشناوي. فعايز اقول لك ان الشناوي ادى يعني عمل اداء كويس، ولما خد فرصه ولعب وادى بشكل كويس خلاص ما تقدرش انت تقعده، لانه يعني بقى خلاص يعني موضوع انه يقعد بتبقى ما تبقاش سهل. حارس مرمى اللي بيبقى بيلعب ويؤدي بشكل كويس بمباراه واثنين زي ما قلت اكتر طبعا من طبعا من لازم ياخد للاخر، فبياخد للاخر كمان انت بتدعم كمان وانت ما عليكش انت كحارس مرمى انت تصبر تاني وتكافح تاني عشان ترجع تاني تبقى رقم واحد. لو كلام على لشريف او لعلي لطفي هي مثلا منافسه، وزي ما احنا كنا ثلاث حراس مرمى موجودين في النادي الاهلي، ثلاثه كويسين، فاللي بيلعب ويمسك في فرصه بيكمل. تمام، يعني قول لي او لا عشان ما تطولش في الاجابه، كنت متوقع تقعد ولا تمشي؟ او لا والله نسبه يعني اصل انا قعدت او لا لا ما انا اصل نديم او لا دي صعبه شويه. ليه بقى؟ لان انا يعني انا زي ما قلت لك انا في بدايه كلامي قلت لك ان انا قعدت 10 ولايات مع 10 مدربين، مع مش 10 في مدربين جم مرتين بالظبط، كل مره انا كنت بقعد مع مدربين كتير. كنت متوقع كنت بنسبه كبيره كنت ممكن يعني بنسبه كبيره، انما مش معنى ان انا مشيت، ما هو في النهايه ده قرار مجلس الاداره. لا اكيد هي دي سنه الحياه او قرار لجنه الكوره، فيحترم واللي جه مكاني ده ما هو ابني من ابناء النادي الاهلي. اكيد وحاجه جميله قوي، هم عارفين ان شاء الله، عارفين كمان هم بيتعاملوا مع مين كطارق سليمان، وعارفين ان طارق مش شخصيات نظيفه جدا، ومش شخصيات طيبه جدا، ومش شخصيات بتتقبل القرارات وبتتفهمها كمان. والله الحمد لله كتاكيد. وبعدين انا الحمد لله يعني خد بالك انا قضيت فتره كبيره كان 7 سنين ومسؤوليه كبيره جدا، حته ان انت تبقى مسؤول عن حراس مرمى النادي الاهلي 7 سنين طبعا، واكبر نادي في افريقيا نادي القرن، ومسؤوليه مش سهله طبعا. خد بالك بقى انت بتتحمل مسؤوليه بعد عصام الحضري ما مشي طبعا. عصام الحضري اعرف قعد كام سنه قعد من سنه 96 ل 2008 12 سنه عصام الحضري. المكان ده الى حد كبير جدا ما كانش فيه مش يعني بعد ما بطل الكابتن شوير ولعب الحضري في اول 4 سنين كانت الدنيا ما كانتش متظبطه. بعد كده الحضري حوالي 7-8 سنين خلاص ما فيش مشكله خلاص، فاللي جاي بعديه لازم هيقارنوه وما ينفعش. الحضري مش 2008 من 2008 ل 2012 كان عندنا كان في ضرب نار في المكان ده بالظبط. انا فاكر كويس قوي لان انا التواريخ انا حافظها 2008 و2009. 2008 احنا خدنا بطوله افريقيا مع امير عبد الحميد وخدنا السوبر. السوبر ده انت كنت موجود فيها تقريبا ولا اللي بعديه 2007 2008 كنت موجود انا كنت موجود لا 2007 2007 سوبر افريقيا ايوه سوبر افريقيا سوبر افريقيا لا انا واخده مع الحضري مع الحضري. يبقى امير لا امير خد بطوله افريقيا لو انت فاكر نهائي القطن الكاميروني بتاع 2-2 في 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 في, في القطن كان 2008 وبعدها خدنا السوبر. بعدها امير قعد ولعب تقريبا شريف، وبعدين شريف قعد ولعب لو انت فاكر لعب رمزي صالح احسن لملوم يعني 2-0 هنا و2-2 هناك. اي برافو عليك ان شاء الله يعني ما شاء الله عليه 2-0 2-2 هناك احمد حسن هناك وشادي بص شادي اهو على طول احمد حسن وشادي فبقول لك ايه خدنا بطولتين في الفتره دي. وبعد كده امير قعد لعب تقريبا رمز صالح، بعد كده لعب ابو السعود، بعد كده لعب كتير احمد عادل كتير لعب كتير شريف كتير 4 سنين لعب 5 حراس مرمى. من 2012 بقى لحد بتتكلم في 5-6 سنين اللي كان اساسي على طول وبيلعب شريف اكرامي لحد ما لعب الشناوي السنه اللي فاتت. طيب برضو او لا عشان ماشي. انا عايز اعفيك انت اللي بتتكلم يعني كنت متوقع اختيارات المنتخب يبقى فيها طارق سليمان؟ بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة طبعا بنسبة كبيرة. طب لما رد فعلك بيكون ايه؟ بقول الحمد لله الحمد لله طبعا ربنا مش رايد ان انا ابقى موجود فبقول الحمد لله. بس انا يعني قبل ما الاختيار يتم امبارح كانت بنسبة كبيرة انا متوقع ان انا ابقى موجود. عارف ليه يا كابتن حميد؟ مش عشان يعني انا متوقع ان انا ابقى موجود من الرصيد الحمد لله الواحد عمله الفترة اللي فاتت
يعني الحمد لله رب العالمين عملت الحمد لله رصيد كبير جدا في النادي الاهلي. الرصيد ده اكيد بيشفع لي يعني أكيد. لما باجي بيشفع لي كمان, وفي عندي اتنين حراس مرمى في كاس عالم من النادي الاهلي, شريف اكرامي والشناوي محمد الشناوي. وكمان الشناوي ما شاء الله يعني الشناوي ما راحش لعب كاس عالم كده يعني, ما نزلش بالباراشوت كده على لعب كاس عالم. اكيد لا اكيد كان في شغل وكان في تعب وكان في مجهود الشناوي عشان يلعب, عشان يبقى في ثقه في, انا قلت في البدايه يبقى في ثقه في الجهاز الفني, وعشان يلعب بعد 3 ايام او 4 ايام مباراه البرتغال, ما هو ده اكيد في 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 اداء متميز في مع النادي. طب انا هبسطها للناس يعني بطريقه ممكن تكون بعيد عنك شويه. انت تعرف ان الشناوي لما راح المنتخب في مدربين من 3 4 سنين قالت لك احنا اشتغلنا مع الشناوي, انت فاهم؟ سمعت الكلام ده. وفي من 5 سنين وفي من 10 سنين وفي من 4 سنين فكل اللي بيبقى حاطط بصمه في حد بيروح منتخب. وده على فكره حاجه, تخيل بقى انت بقى اللي هو بقى يعني اللي قعد معاك وعاش معاك. فبقول لك يعني دي بقى دي اكبر دليل ان انت فعلا ليك بصمه ايجابيه جدا في, انا اقول لك على حاجه, تطوير اداء الشناوي. لعب اول ما مشي لعب, راح لعب في الجيش, قعد تقريبا سنتين في الجيش, وبعدين راح حرس الحدود وراح بتروجيت, كان بيلعب وكان بيأدي وكان بيأدي بشكل كويس. انما في المجمل التطور اللي حصل له ده حصل له في النادي الاهلي بالزبط. والله مش عشان انا موجود, لا 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 بالظبط, والله العظيم التطور بالزبط. التطور الكبير قوي اصل النادي الاهلي مقياس ثاني كمان يا كابتن. التطور اللي حصل ده ما كان في بتروجيت السنه اللي قبليها على طول, كان بيلعب كان ماشي, كان معاه في منتخب مصر وكان بيبقى وكان في المنتخب وكان بيبقى عنده اخطاء كتير وكان بيأدي بشكل كويس ماتشات كويسه قوي, وكان طالع نازل يعني كان الدنيا ايه بيعمل ماتشات كويسه قوي. انما التطور الكبير اللي حصل له ده حصل له في النادي الاهلي ده واضح جدا يعني مش عشان انا بتكلم عن نفسي بس ده واضح للناس. انا كنت مدربه كمان في بتروجيت وشايف اكرام التطور اللي حصل, تطور كبير جدا لشايف اكرام طبعًا. رغم ان بقول زي ما قلت لك الاخطاء مش هتبطلها طبعا, انما كل ما كده شايف اكرام يا كابتن حميد عمل ارقام كبيره جدا في الفيصل, عمل ارقام عمل اثنين شهادات كبيره جدا, دخل من ضمن 10 احسن افضل 10 في تاريخ مصر بالظبط, وشناهم مع الحروق بس شناهم كمان معاهم وهو بتروجيت الامانه يعني. فكل الحروق كل مدربين الحراس اللي اشتغلوا مع الشناوي طبعا كلهم لهم اكيد لهم فضل على الشيء أكيد بس أكيد. في النهايه عشان يلعب منتخب مصر ويؤدي بالشكل ده مع النادي الاهلي بالشكل ده في الضغوط اللي في موجوده في النادي الاهلي رجع طبعا للقدرات الخاصه اللي عند الشناوي. يعني انا برضو ما انا مش ساحر, انت في النهايه بتقدر تظبط امور معينه سواء في التكتيك او في المهاره او في القرار بتاعه او في حاجات في التمركز في التحرك حاجات كتير. انما في النهايه ما انت عندك هو الاساس ان هو عنده قدرات اساس انه عنده طبعًا موهبه طبعا ده هي دي العنصر انت بتشتغل عليه طبعا. هو لو ما عندوش موهبه وعنده قدرات انت مش هتجيب الاهلي طبعا هتجيب الاهلي اساس الموهبه اساس. انما انت ازاي بقى تعمل تطور الكلام ده وتنمي الكلام ده ده شغل المدرب اكيد. يعني انا كمان عايز افكرك انت قلت لي على الموقف لاحمد عادل لما في مباراه الكونفدراليه قال لك انا لو رجلي مقطوعه انا هكمل لعب. برضه الشناوي في مباراه في بتروجيت قال لي نفس الكلمه بالظبط, كان عنده جاله جزع جامد جدا في الرباط الداخلي مش قادر شبه قاطع كمان في الرباط الداخلي ده كان في مباراه في افريقيا كان في الدوري معايا وقال نفس الكلام برضه قال انا لو رجلي مقطوعه هكمل, وكان بيلعب برجل واحده والله العظيم مش عارف ازاي, وكان بيطلع ويقابل بص كان عملها في النادي الاهلي بس كانت ضمه فكان جاي له هو احتراف انا فاكر قعد احتراف وكان النادي الاهلي بيكلمه كان في البرتغال انا بحبه جدا يعني فقلت له الشناوي قال لي ده انا اموت يا كابتن وارجع النادي الاهلي قلت له طب والاحتراف قال لي بقول لك يا كابتن بس هم يشاوروا لي في النادي الاهلي كان ايامها لسه بتروجيت عايزين يوافقوا على الاحتراف ورافعين فلوس النادي شويه فبقول لك اخلاص مش طبيعي بالنسبه لكل الحراس اللي اشتغلوا معاك طبعًا. حاجه جميله جدا الشناوي السنه اللي فاتت دي كان بيلعب وكان عنده مشكله في الضم لدرجه ان هو قعد مباراه في مباراه سموحه ما لعبش سموحه واحمد عادل لعب المباراه دي ولعب مباراه طنطا لو انت فاكر كان الشناوي عنده الضم وكانت وجعاه جدا يا شناوي يا حبيبي مش عافيه يا حبيبي في مش هو عنده هيأخرك بالظبط هيعطلك كتير الولد مصر وانت عانيت في الحته دي كده لا رهيب انت عانيت في اصابات كتير كمان طبعا لا الاصابات دي طبيعي ان يبقى عندك اصابات سبحان الله شفت بتنصح مين وانا كنت فاكر انت موضوع الاصابات ده طب ان كابتن رمضان السيد في السنه دي في انت كنت معايا قال لي يا ابني انت كان بيجي المدلك يدلكني قبل ما انزل التمرين فكان بيدلك مره دخل عليا كده فلقاني ايه بتدلك فكان بيدلكني من اول رجليا لحد قال لي ده انت خريطه ده انت خريطه ده بيدلك ايه يا عم
طب بيدلك جسمك كله، هو جسمك كله تعبان. كابتن رمضان ازاي؟ ربنا يمسيه بالخير. كابتن رمضان حاجه جميله جدا. طيب هنطلع فاصل ونرجع نواصل مع النجم طارق سليمان وحديث مهم جدا، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله ومعايا النجم الكبير الكابتن طارق سليمان. اهلا بيك كابتن طارق مره تانية. اهلا بيك يا كابتن حميد. يعني احنا طلعنا فاصل كده، ايه يعني عشان ناخد نفسنا. ناخد نفسنا يعني برضو، مش بلاش ادخلك في جو، عايزين نطلع من الجو اللي هو انت زعلت بقى وما زعلتش، ومش عايز ادخل انا في الحته دي. لا انا زعلت بس زي ما قلت لك، قلت الحمد لله. انما طبعا بالتوفيق طبعا للجهاز اللي موجود، كابتن احمد ناجي طبعا والجهاز اللي موجود. انما طبعا ما هو طبيعي ان انا يبقى عندي طموح، وان انا اذا شرف لاي حد من شرف منتخب مصر. انما زعلت طبعا زعلت، انما بقول الحمد لله طبعا. يعني ربنا مش كاتب لي لسه ميعادها ما جاش، لكن لسه طموحك موجود طبعا، موجود ترجع نادي الاهلي وتروح منتخب مصر وكل الحاجات دي طبعا. اكيد اكيد. يعني جالك عروض الفتره اللي فاتت؟ جالي عروض. جالي عروض من بره مصر ومن داخل مصر. بس طب يعني ايه؟ والله في ظروف، يعني في ظروف خاصه كده غير الاصابه. لا ما فيش حاجه. يعني في ظروف يعني وكده، يعني معطلاني شويه، انما ان شاء الله يعني في خلال فتره بسيطه ان شاء الله الامور هتبقى احسن ان شاء الله. زي ما انت قلت كده، يعني اصابه بسيطه كده ان شاء الله، دي بس اللي عطلتني شويه. انما يعني فتره، يعني اسبوعين ثلاثه ان شاء الله هيبقى الواحد زي الفل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله. يعني قول لي بصفه عامه، هل مركز الحراسه في مصر محتاج شغل؟ شايفه ازاي؟ بنسبه كام احنا ماشيين كويس؟ قيم لي الحراسه في مصر. لا بص، هو بشكل عام طبعا احنا عندنا حراس مرمى، موجود عندنا حراس مرمى وحراس مرمى كويسين. بس المشكله عندنا يا جدعان، انت ما عندكش سيستم. والسيستم ده حتى حارس المرمى اللي بيلعب، يعني احنا مثلا الدوري بدا اتلعب بقاله 3 اسابيع، وفي فرقه، يمكن فرقه واحده بس ولا فرقتين اللي لعبوا 4 اسابيع بتروجيت. انما في النهايه عندك حراس مرمى طبعا كويسين مميزين، وعندك مواهب، عندك مواهب وعندك، انما السيستم مش موجود. والسيستم ده دايما بيبقى دايما من السن الصغير. تبقى انت شغال بسيستم، السيستم ده مشكله يطلع معاك لحد الدرجه الاولى. فانت انت كراجل بقى في الدرجه الاولى ما تعانيش في الشغل. يعني انا برضو من كنت محظوظ ان انا وانا في النادي الاهلي، النادي الاهلي ساعدني ان انا اطلع معايشه في اسبانيا. رحت اتلتيكو مدريد، رحنا قعدنا هناك، قعدت كان معايا وائل شيتوس وكان معايا علي ماهر. قعدنا اسبوع. اهم ما يميز الناس هناك ايه؟ الناس شغاله في سيستم من اول السن. طبعا كنت بروح اقعد من الساعه 10 الصبح. بصراحه بعيد عننا قوي يا طارق. والله العظيم الدنيا سهله، احنا عندنا مش سهله يعني سهله، بس هو سيستم. بس سيستم ايه؟ ان انت تبقى شغال صح، الشغل صح ده بيريح اكيد. ولما يبقى عندك جون بيتاسس من سن صغير، وهو عنده 9 7 سنين 8 سنين 10 11 12 سنه 13 سنه، الولد بيتاسس، ما عندكش مشكله، والوقت عندك في ايدك، مفيش ضغوط. موضوع كبير جدا، خلي بالك التاسيس ده موضوع كبير جدا. طبعا. بس التاسيس ده اساس كل حاجه طبعا. لو اسست الولد واتاسس، وطبعا طبعا الاختيارات العين، ان انا بختار قوام، بختار الشكل، الطول، الكول البدنيه يبقى عامل ازاي، ما اختارش جون طوله 175 سم. طبعا هو صغير ما بيبقاش باين، انما في عوامل تقدر تشوفها، وكل سنه ممكن بتتضح ليك اكتر، بس معدلات النمو طبعا بتبان. فمهم قوي ان انت وانت بتختار وانت بتشتغل صح، هتلاقي عندك بعد كده قاعده كبيره في مصر. وين بقى دول بقى بيتربوا تحت، فكل سنه دول بيتربوا بيتاسسوا. انما دلوقتي لما بتيجي تتكلم على جوان في مصر، لا عندك جوان كتير كويس. بس برضه زي ما اقول لك، ايه الجون ممكن تلاقيه في مباراه عامل مباراه هايله، تاني مباراه مش عارف، في المباراه نفسها ممكن يبقى عامل مباراه. ليه؟ ما عشان ما فيش سيستم، التكتيك مش موجود، عنده اخطاء في التمركز كتير جدا. يعني انا ما انت بتتكلم على عده نقاط لما بتيجي تشوف الجول بتقول يبقى الخطا هنا في القرار، لا خطا كان تمركزه ما كانش صح. طب سؤال مهم يا كابتن طارق، مش هسمي جون باسمه، يعني في جوان كبيره جدا اخطاها يعني عمرك ما تتوقعها، تقول ده انا لو انا ابني الصغير يمسك الكوره، لو انا ابني الصغير يصدها، ايه بيبقى ايه التركه اللي في كده؟ خطا في المهاره،
المهارة ما بتأدتش بشكل كويس. ما دايما 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 لما بتتكلم يقول ايه يا عم ده ما عرفش يمسك كوره ده خطأ. بديت ده على طول تكلم ايه بقى ده خطأ ايه مهارة. انما مش خطأ المهارة لوحدها, في اخطاء كتير قدام. دايما دايما اللي بتشاف قوي اللي بتشاف قوي ما هو ده اللي بتشاف قوي 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 للناس خطأ المهارة. لان خطأ المهارة دي هو اخر حاجة بتتأدى قبل ما الكوره تخش جول. تمام فاهمني؟ يعني لما بيبقى في حاجات قبل المهاره دي انت بتعملها حاجات كتير. تتكلم في تحرك, تتكلم بعد كده في تمركز, تتكلم في شكل التمركز. ما يعني الوقفه دي مش التمركز يعني واقف في رشاقه لا بتتكلم في بتتكلم في تحرك تمركز شكل تمركز. تتكلم بعد كده في قرار, تتكلم بعد كده في اداء حركي, تتكلم بعد كده في ايه في مهاره. اداء الحركي ده بقى اللي هو ما قبل على طول الايه المهاره. ما انت يعني انت بالاول بتاخد قرار, القرار ده بيخليك تعمل ايه تعمل اداء حركي. بالظبط الاداء الحركي ده له شكل برضه مش اي شكل. بالظبط حسب بالزبط. المهاره بقى وبعد كده اخر حاجه بتتأدى ايه المهاره. انت ما بتشتغلش على المهاره كويس من الصغر. يعني المهاره دي يا كتعيد انت عشان الجول انت بس شوت كوره, انت كراجل فيرو بتشوت كوره, ارتفاعها ده وقوتها بتحدد لي شكل المهاره اللي انا ايه اعمله. فلما اجي امسك الكوره كده انا كده عملت شكل مش كده؟ عملت شكل. انت صورتني بالظبط هتلاقيني عامل شكل وانا بمسك الكوره. الشكل ده عشان ولد يعمله من سن صغير, وضعيه الايد دي مش سهله. ده في ولد تلاقيه عامل ايده كده بالظبط, ده ولد عامل ايده كده تلاقي الكوره تيجي فين. في ولد عامل ايده كده, في ولد بيمسك كده, يبقى ظهر ايده كده. ده ظهر ايده فين ليك انت؟ المفروض ظهر ايده يبقى فين؟ موضوع كبير. عشان كده بقول لك في تفاصيل صغيره كتير جدا لو قعدنا نتكلم فيها هنقعد عايزين حلقات. بالظبط. انما المهاره دي اساس كل حاجه. لو الولد وهو سنه صغير اتأسس على المهاره دي هيريح جدا في الاخر. هيريح لان خد بالك المهاره دي ممكن اقعد في المهاره 4-5 شهور معلم مهاره واحده بس. احنا لازم يبقى لنا لازم تيجي مره تانية ونقعد نتكلم ان شاء الله في الموضوع كمان السن الصغير. لعبت الترجي كم مره؟ والله الحمد لله الترجي يعني سبع ماتشات. كسبنا كم ماتش فيهم؟ ثلاثة في تونس وواحد في السويس, 3-0 في السويس, وثلاث تعادلات في مصر. وكسبنا في تونس 3. شايف ماتش بكره ازاي؟ لا مباراه صعبه طبعا, صعبه على الاثنين. شايف صعوبتها في ايه؟ صعبه على الاهلي وعلى الترجي, مش على الاهلي بس. شايف صعوبتها في ايه؟ صعوبتها انت بتلعب فرقه كبيره, فرقه عندها جمهور, بتلعب فرقه كبيره, فرقه برضه يعني فرقه بتنافس, فرقه عندها لعيبه كويسه, عندها امكانيات. زي ما بنتكلم عن النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي والقدرات الفنيه اللعيبه وجهاز فني والنادي واداره, فنفس الكلام ده بتلاقيه في تونس. بتكلم برضو على نادي كبير, نادي كبير جدا جماهيريا كمان. انا نادي جماهيري كبير جدا. انا قلت كمان هيبقى مقياس عشان كده انا بقول لك صعبه على الاهلي لوحده. 50-50 بالظبط دايما يعني كده. ليه يا كابتن عبد الحميد بقول لك 50-50؟ النادي الاهلي موضوع انه يتعود يلعب في رادس دي بقت بالنسبه له سهله جدا. الملعب هناك تحفه يعني, ارضيه الملعب هنا بتتكلم على استاد برج العرب. لسه كان محسن لملوم بيقول لي الصحافه التونسيه على وانت قبل كده ان رادس عاصمه الاهلي. بالظبط كده. فانا بقول لك المباراه صعبه على الاثنين. النادي الاهلي عنده لعيبه كويسه, عنده لعيبه خبرات لعبت كتير في الاجواء دي, فالنادي الاهلي يقدر يكسب هناك. بس محتاج ايه؟ خبرات اللعيبه اللي موجوده وتقل اللعيبه وهدوء اللعيبه في الملعب. انما يعني ان شاء الله باذن الله الجمهور ده خد بالك عامل مهم جدا للنادي الاهلي. مش يعني خد بالك الجمهور بقى دلوقتي بقى اول ما المباراه بيحس بهجوم على لعيبته ويبدا يشجع لعيبه النادي الاهلي. حصل كتير معانا كل الماتشات اللي احنا كسبناها هناك تحصل بالظبط. بيشجع لعيبه النادي الاهلي في نهايه المباراه او بعد, بيبقى يحس ان الاداء وحش او الاداء اللعيبه اللي مش ماشيه كويس بيشجع الفرقه. حصل كتير. طيب الحمد لله كسبت الترجي هناك 3 ماتشات, والثلاث ماتشات دول كان الجمهور بيشجع لعيبة النادي الاهلي. استاذنك هنرجع نتكلم تاني بعد ما نروح نشوف المؤتمر الصحفي على هواء مباشره حالا دلوقتي. استعرضنا مع حضراتكم وقائع المؤتمر الصحفي اللي اقيم منذ قليل. ابرز ما قيل في هذا المؤتمر واللي لفت نظري جدا هو كلام سعد سمير ان الانتصارات مجرد ذكريات, لكن اللعب على ارض الواقع مختلف تماما. الاهلي عايز الثلاث نقاط وعايز يعمل مكسب, وهو البطل هو الاكثر تتويجا بالبطولات. ده كلام سعد سمير. كمان باتريس كالترون قال ان انا اعرف تونس كويس, يعرفها كويس كلعب ويعرف الترجي كويس. كمان قال ان هو ماتش تاريخي يليق باسم النادي الاهلي ونادي الترجي. كمان اتسال انت عايز تحسم المباراه من هنا؟ قال انا ما بفكرش كده خالص, انا بفكر في ان انا اعمل ماتش كويس, كل اللعيبه يطلعوا كل اللي عندهم, نعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله. ده كان اهم مقوله في هذا المؤتمر الصحفي يا كابتن طارق.
وهو ده اللي احنا بنتكلم فيها كابتن حميد من ساعتها. يعني بدانا لما نتكلم على ماتش الترجي قبل ما نروح المؤتمر ان احنا بنقول ان المباراه صعبه للاثنين مش للنادي الاهلي او يعني المباراه صعبه للترجي وللاهلي، ودايما المباراه بتبقى محتاجه هدوء، بتبقى محتاجه تركيز عالي جدا جدا. المباراه ما بتخلص يعني في ما بتخلص مع صفاره الحكم. يعني دايما الماتشات دي ما بتبقاش ماتشات سهله، حتى نتائجها هناك يعني احنا كسبنا 2-1 ماتش 2-1 ماتش 2-1 ماتش 1-0 فلحد اخر لحظه المباراه متعلقه، وهنا تعادلنا 3 مباريات فعلا بتبقى ماتشات قويه فعلا، مش قويه جدا. يعني ماتش واحد في السبعه اللي احنا كنا بنتكلم على 7 ماتشات، ماتش واحد اللي كسبنا 3-0 كان له يعني ظروف خاصه كده، وكسبنا 3 اللي كان في السويس. انما الماتشات متعلقه دايما لاخر لحظه. حتى المباراه الاخيره اللي كانت هنا في الدور الاول تعادلنا 0-0. يعني لما بتشوف الاهلي دلوقتي يا كابتن طارق سواء افريقيا او محليا في الدوري المصري في مباراه القرار اللاعيبه النادي الاهلي، شايف انا دايما بحب اسال ضيوف الكبار في القيمه في الكوره، يعني بتشوف السلبيات في ايه اهم من الايجابيات بالنسبه لي انا شخصيا؟ بص دايما الاهلي في يعني مثلا انا شفت يعني افضل مباراه وافضل شوط ان الاهلي اداه في الفتره الاخيره دي مباراه المصري الشوط الاولاني. اداء حقيقي فعلا فعلا اللي شفت اداء النادي الاهلي اللي بيتقدم فعلا من لعيبه النادي الاهلي. يعني الكره على الارض لعيبه المصري مش يعني ما كانوش بينقلوا ال 90 دقيقه 45 دقيقه النادي الاهلي في نص ملعب النادي المصري، وكمان بيستحوذ وبينقل وبيوصل. فاحسن شوط شفته للنادي الاهلي مباراه الشوط الاول في مباراه المصري بشكل عام بقى الماتش كله يعني، انما الشوط الاول كان افضل بكتير. برضو لسه الاهلي ما وصلش، يعني عارف انت الاهلي دايما بتنزل انت المباراه كابتن حميد من اول ثانيه في المباراه بتحس ان انت ضغط الفرقه وحاططها في ال 18 وكره عرضيه من اليمين وكره عرضيه من الشمال وفاولات ومش عارف وكورنر من هنا وكورنر من هنا، فدي لسه ما وصلت يعني ما وصلناش لدي لسه. انما الاداء لا الاداء انا شايف الاداء الى حد كبير اداء معقول، مش هقول الاداء يعني متميز، لسه اداء متميز. الاهلي لحد يعني 5 ماتشات بتتكلم داخل فيه هدف واحد في 5 مباريات في 5 مباريات. الاهلي كسبان في الخمس مباريات دول كسبان 4 تقريبا، متعادل مباراه واحده، متعادل 2 المباراه الاخيره مع ان كان دي المباراه الوحيده. ما هو انا مش عايز اقول الاداء كان وحش، الاداء ما كانش وحش خالص، انما ضيعنا فرص كتير. بالعكس كان في استعجال على كان في استعجال بس كان في استعجال في جوه 18، في استعجال شويه، في رعونه شويه. المكان ده يا جماعه عايز هدوء، والمكان ده عايز عقل، عايز فكر، مش عايز يبقى فيه عصبيه او عايز يبقى فيه قوه. في حاجات بتبقى عايزه دايما القوه. اول مره كنت اشوفها لما بتتكلم في نقطه مهمه، اول مره كنت اشوف لعيبه الاهلي مستعجلين قوي هي دي بس. انما كان في اداء وكان في فرص كتير بتضيع وكان في استحواذ وكان في كرات عرضيه لليمين والشمال وكان في فرص كتير ضاعت. الماتش ده كان فيها اللي هو ماتش النجمه الاخير، انما كان في استعجال دايما داخل ال 18. ده بيعرض لك مباراه المصري الشوط الاول طبعا. لا كنا كويسين قوي مباراه المصري بصراحه الشوط الاولاني، كنا كويسين قوي، لعبنا كوره على الارض كتير. يعني دايما الاهلي لما بيمسك كوره كابتن حميد عشان الفرقه الثانيه تبدا تاخدها، انت بتبني عليها مش اقل من 10 15 نقله على الارض. بالظبط بالظبط، على ما تبدا الفرقه ايه تبدا تاخد الكوره منك. فمباراه المصري الشوط الاولاني كنا لا بالعكس كنا كويسين. مباراه النجمه مش عايز اقول كنا كويسين، مش معنى. بص المشكله عندنا ان اوقات كتير احنا بنحلل النتيجه ما بنحللش الاداء. مش معنى ان احنا تعادلنا يبقى الاداء وحش، احنا ممكن نكسب مباراه والاداء ما يبقاش كويس. انما لا، مباراه النجمه اللي شفنا الاداء الى حد كبير كان معقول قوي، كان في رعونه، كان في استعجال داخل ال 18. يعني لو جبت الشوط الاولاني ده في فرص، ده انت والشبكه بالظبط، يعني في لعيبه كان من جوه الست بالظبط بالظبط، كان في استعجال شويه، كان في استعجال كده في الوقت اللي هم كانوا متكترين فيه جدا دفاعيا، كان لازم نتقل شويه لغايه لما نلاقي ثغره. بس زي ما بيعمل الكابتن الكره بتجيلك وانت جوه ال 18، محتاجه عقل ومحتاجه ان انت تركن، ما تستعجلش في ان انت تشوط، اركن بس شوط من بره ال 18. من بره ال 18 مش هتركن كره من بره ال 18، مش هتخش في حارس مرمى. انما لما تبقى جوه ال 18 واوقات بتبقى جوه السته وبره السته ب 2 3 يارده، طب انت محتاج تشوط ليه؟ ده انت لو ركنتها كده هتحطها بعيد عن الجون، هتخش ده في كور جت بتخبط في رجل الجون. بالظبط بالظبط بالظبط، لو حتى كروس بالعرض كل على الارض كتير. يعني انت من الناس اللي انا اعرفها انها هي بيعملوا سيناريوهات في دماغهم، بتعمل سيناريو في دماغك او بتتخيل الماتش، وبنسبه كبيره جدا بيطلع الماتش زي ما انت بتتخيله. متخيل ماتش الترجي بكره ازاي؟ هو دايما لو فكرت فيه الماتشات اللي كنا بنلعبها هناك كانت دايما السيناريوهات اللي بتبقى موجوده، وكان دايما يعني الكابتن حسام او لما كان موجود الكابتن فتحي، يعني الماتشات الثلاث ماتشات اللي لعبتهم هناك كان الكابتن حسام ماتشين والكابتن فتحي مبروك المباراه. دايما في بدايه المباراه طبعا انت بتحاول تمتص الضغط الجماهيري، الضغط الجماهيري، وتمتص حماس اللعيبه داخل الملعب. فتمتصه بايه؟ ان انت تنقل كتير كتير،
يبقى في استحواذ يبقى في نقل كتير. وخد بالك برضه النقل ما بيبقاش عندك جوه على خط. طب انت شايف باتريس كالترون، معلش انا بقطعك بس احنا بنتكلم في الكوره عشان حديث بقى، شايف باتريس كالترون من المدربين اللي بيحبوا النقل كتير ولا بيحبوا اللعب المباشر؟ شفتها في الماتش المصري، في مباراه مصر الشوط الاول شفتها الى حد كبير، ما شفتهاش كتير في الماتشات اللي اتلعبت، شويه المباراه بتاعه النجم، انما الماتشين بتوع الماتشين بتوع تاون شيب ما كانش موجود. طبعا الملعب هناك طبعا لظروف خاصه ويعني الكلام يعني الملعب الى حد كبير كان صعب، كان فارق مع اللعيبه. طبعا اللعيبه محتاجه ملعب كويس، واللعيبه اصلا هي لعيبه على كترات عاليه فمحتاجه ملعب كويس، فده متوفر بكره ان شاء الله باذن الله. فمحتاج ننقل كتير. بص دايما يا كابتن حبيبي، شوف حتى في الماتشات في اوروبا الاستحواذ ده في يعني في فرقه بتبقى الكره بتبقى معاها 50 و60 نقله بالظبط، ما بتضيعش بالظبط. فالاستحواذ ده الاستحواذ ده لحد ما يجي لك يفتح ثغره، اول ما تلاقي الثغره فك توصل حط بقى قدام. ده بقى متخيل شايف الماتش بكره ازاي؟ المباراه زي ما قلت لك في ضغط من الترجي، يبقى في هيبقى في ضغط شويه من الاهلي، هيبقى في ضغط من الاهلي ممكن. بس انا 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 بقول لك ان المباراه صدقني المباراه هتبقى يعني زي ما هي ضغط على الاهلي ضغط على الترجي المباراه، انما زي ما بقول لك احنا عشان احنا نبقى شكلنا كويس في المباراه ونحاول نمتص الغضب ده في الجمهور والضغط الجماهيري واللعيبه في الملعب، محتاجين بس ننقل شويه في اول ربع ساعه هتلاقي نفسك انت بتاخد كمان انت دفعه معنويه وبتوصل وممكن هتوصل لجون كتير. خد بالك ما هم برضو هم المباراه بالنسبه لهم هم كده كده صعدوا، بس بتلعب على الاول وان شاء الله باذن الله احنا برضو يعني الصعود ان شاء الله باذن الله مفيش فيه مشكله. لا احنا لسه يعني خلينا نتكلم واقعيا لسه الموضوع تكسب ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ما فيش قدامنا حلول باذن الله يعني. وممكن نتعادلوا بكره مع بعض باذن الله، ممكن يعني نتعادلوا بكره ممكن تكسب بكره ليه لا. انا بتكلم على كامبالا سيتي وتاون شيب، لو تعادلوا مع بعض خلاص يبقى خلص الموضوع خلص. انما بقول لك احنا بكره ان شاء الله برضو المباراه انت كنت بتروح تلعب الماتشات هناك بيبقى صعبه، كان المباراه يعني دور الثمانيه يعني ده خروج المغلوب، المباراه كانت في النهائي، المباراه كانت في النهائي اللي كسبناها يعني المباراه برضو خلاص بتلعب على البطوله. بكره المباراه انت لحد كبير انت برضو ما انتش مضغوط قوي يعني ما انتش رايح بتلعب على نقطه ولو خسرت النقطه هتبقى بره البطوله، لا دي مش موجوده. فدي برضو تديك اريحيه كبيره جدا، اريحيه في ان انت لما تبقى نازل الملعب في ثقه وفي هدوء في الملعب وتنقل وتوصل يعني ما بيبقاش في بقى استعجال في ان انت كل كره تمسكها طق تقوم مديها واحده قدام واحده قدام، دي معناها ان هم هياخدوا الكوره ويعملوا استحواذ وهيجوا لك. شخصيه المدرب يا كابتن طارق بتفرق في الموقف طبعا، يعني شخصيه المدرب، انا مثلا مدرب عصبي وتنشان شويه غير مدرب هادي، مدرب بيقول لعيبه العبوا مالكوش دعوه، قابلت الشخصيات دي في النادي الاهلي بدون تحديد اسماء؟ هقول لك على حاجه، قابلت طبعا قابلت مدرب بيبقى فيه فعلا يعني زي ما انا بقول شخصيه اللاعب او شكل اللاعب هو شخصيه المدرب بره الى حد كبير بنسبه كام؟ هقول لك على حاجه، اللاعب انا بتكلم بشكل عام بقى مش على النادي الاهلي ولا لعيبه النادي الاهلي، تمام مهم قوي قوي ان المدرب ما يبقاش درجه الهدوء بتاعته تبقى توصل تتعدل الحدود بشكل ان انت يبقى مبالغ فيه درجه يبقى توصل ان اللعيب ما يبقاش عامل حسابك وانت لا انت اكيد بره. لا اكيد لا دي مهمه جدا اكيد لا. انا بتكلم خلينا نتكلم على الاهلي يعني خلينا نتكلم على الاهلي مهم في هدوء طبعا لازم المدرب يبقى هادي، لازم المدرب يبقى مد اللعيبه ثقه في الملعب وما يبقاش مستعجل اللعيبه ومش موتر اللعيبه، كل الكلام ده مطلوب انما مش لدرجه ان اللعيب يبقى في الملعب اوقات اللعيب في الملعب يعني الدنيا لا لازم انا برضو يبقى تركيز عالي يبقى انا المكان بتاعي ما بقاش انا في كوره ممكن ما ارجعش فيها طب مش عارف اصلا ما يحصلش الكلام ده بصراحه فاهمني انما وجود المدرب يبقى هادي طبعا لازم يبقى هادي عشان حتى كل ما انت طول ما انت هادي طول ما انت بتفكر صح اول ما بيحصل توتر او بيحصل عصبيه شويه التفكير الى حد كبير ما بيبقاش صح هتلاقي التفكير عندك فيه عصبيه برضو هتلاقي حتى توجيهك داخل الملعب للعيبه في الملعب ممكن يبقى فيه عصبيه ممكن يحصل وارد ممكن تلاقي لعيب مع النرفزه مع الضغط بالظبط رد الفعل ممكن مش كويس فدايما اللعيب محتاج ان يبقى التوجيهات بيبقى بشكل كويس بشكل فيه هدوء وفي اوقات لا محتاجه يبقى فيه شويه يبقى فيه في صوت عالي والتوجيه يبقى بصوت عالي وبشكل معين وما ياخدش وقت طب لو انت مع الشناوي بكره هتقول له ايه؟ ابرز نصايحك ليه؟ ابرز النصايح للشناوي ان الشناوي في المباراه الكبيره اللي زي دي او اكرامي ايا كان اللي او عالي حتى يعني ثلاثه موجودين والثلاثه جاهزين ان شاء الله احنا بنتكلم بس في يعني في الواقعيه ان الشناوي اقرب يعني الشناوي اقرب دايما في المباراه دي ببقى نازل احنا دايما احنا بننزل احنا الاول دايما حتى بننزل قبل تسخين اللعيبه بحوالي 5 دقائق او 10 دقائق فبنمتص حماس الجمهور في الاول وبيجري طبعا في ال 18 بيجري حوالي 4-5 دقائق كده وبعدين يعمل اطالات ويبقى هادي جدا 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 وبعدين نبدا نشتغل يبدا لازم التسخين بتاعه الجون ياخد ثقه في التسخين
ثقه ازاي، وان حتى وانا بشوط عليه انا متعمد اشوطه بشكل معين، الشوطه دي تبقى راحه، يبقى بيمسك ياخد ثقه، ياخد ثقه حتى على الجمهور اللي موجود، لان طبعا لو انت بتسخن وكره داخل الجون والجمهور بيبدا يعمل اهات ومش عارف ايه. بالظبط بالظبط، كل الحاجات دي انا ببقى واخد بالي منها وعامل حسابي ليها. طب انت ابرز نصايحك ممكن يبقى هادي يبقى هادي يبقى هادي يبقى هادي ودايما يبقى عشان اوصل لدرجه التركيز بنسبه 100% اعمل حاجتين حاجتين في التركيز 100% اعمل حاجتين. كل ما الكره بتتحرك انا كمان ليا تحرك. الراجل بيسنتر الكوره سواء احنا بنسنتر او تمام أو تمام دايما دايما كل شايف. تحرك للكوره انا كمان ليا ليا تحرك الكرة. ممكن الكوره تتحرك 20 يارده انا اتحرك يارده يارده دي طيب. واحد اثنين اكمل التركيز بس حاجتين. الحاجه الثانيه ان انا دايما يبقى في توجيهات دايما للاعيبه داخل الملعب توجيه بشكل معين وبشكل هادي. كل ما انا بوجه يبقى انا معناها ان انا مركز. انا مش ممكن اقول لك يا عبد الحميد تعالى يمين شويه وبقولها كده. طب استاذنك هنكمل طيب. حاجه جميله جدا ويعني بص بس انه قاري المباراه لا لا هو سهله خالد بيومي يعني طيب. خالد بيومي بصراحه حاجه قاري ان شاء الله طيب. وحافظ حافظ فرق الدوري المصري الدوري الانجليزي الدوري الايطالي الدوري الالماني ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه موسوعه كرويه متنقله بعرف اقراك كمان انت عايز ايه عايز سؤال ايه زي ما انت شايف كده لا ما شاء الله يعني يعني اعتقد ان احنا لمينا مع خالد بيومي انتوا بتثقوا فيه وانا عارف بتثقوا فيه بقرا دايما على السوشيال ميديا خالد بيومي معشوق كل الجماهير المصريه عموما بتثقوا فيه وفي رايه اتكلم على باتريس كالتيرون بمنتهى الصراحه بمنتهى الامانه قال لسه ولكن مدرب ليه شخصيه قويه جدا مدرب فنيا عالي جدا اعتقد ان هي مداخله مميزه من خالد بيومي. احنا كنا بنتكلم في نصايحك انا مش ناسي الشناوي كنا بنتكلم زي ما بقول لك التركيز يعني عشان التركيز بنسبه 100% حاجتين اتنين. الحاجه الاولى زي ما بقول لك كنت بتكلم دايما يتحرك مع تحرك الكوره دايما اي تحرك الكوره في الملعب انا كمان ليها تحرك يعني ممكن الكوره تتحرك 50 متر او 50 يارد ممكن يبقى ليها تحرك 2 يارد ممكن تتحرك 10 يارد ممكن تتحرك نص يارد بس لازم تفرق معايا نص يارد دي سواء بقى في الحاجات اللي يبقى فيها تصويب على المرمى او في الامور اللي تبقى خاصه للحاجات اللي بتبقى ورا خط الظهر الحاجات اللي دايما بتبقى ورا خط الظهر مهمه جدا برضو بقى يعني الفاولات وتعرف ان التوانسه مميزين جدا جدا في الحاجات الثابته فاولات من الجناب مهمه جدا ان دايما يبقى طبعا اكيد كل الكلام ده بيتقال يعني متاكد يعني بالظبط تقول على النصايح يعني الناس كلها تبقى بره شويه ما تخشش في جوه قوي عشان ما يبقاش فيه مشاكل طول ما كل ما اللعبه بتخش جوه السته بيبقى المشاكل كتير بالظبط تبقى في زحمه والكره بتبقى يعني بيبقى في شويه عشوائيه شفنا جوارديولا في الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت كان بيسيب حوالي 15 يارده بالظبط استعرضنا مع حضراتكم وقائع المؤتمر الصحفي اللي اقيم منذ قليل ابرز ما قيل في هذا المؤتمر واللي لفت نظري جدا هو كلام سعد سمير ان الانتصارات مجرد ذكريات لكن اللعب على ارض الواقع مختلف تماما الاهلي عايز الثلاث نقاط وعايز يعمل مكسب وهو البطل هو الاكثر تتويجا بالبطولات ده كلام سعد سمير كمان باتريس كالتيرون قال ان انا اعرف تونس كويس يعرفها كويس كلعب ويعرف الترجي كويس كمان قال ان هو ماتش تاريخي يليق باسم النادي الاهلي ونادي الترجي كمان اتسال انت عايز تحسم المباراه من هنا قال انا ما بفكرش كده خالص انا بفكر في ان انا اعمل ماتش كويس كل اللعيبه يطلعوا كل اللي عندهم نعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله ده كان اهم ما قيل في هذا المؤتمر الصحفي يا كابتن طارق وهو ده اللي احنا بنتكلم فيها يا كابتن حميد المساعد يعني بدانا لما نتكلم على ماتش الترجي قبل ما نروح في المؤتمر ان احنا بنقول ان المباراه صعبه للاثنين مش للنادي الاهلي او يعني المباراه صعبه للترجي وللاهلي ودايما المباراه بتبقى محتاجه هدوء بتبقى محتاجه تركيز عالي جدا جدا المباراه ما بتخلص يعني ما بتخلص مع صفاره الحكم يعني دايما الماتشات دي ما بتبقاش ماتشات سهله حتى نتائجها هناك يعني احنا كسبنا 2-1 ماتش 2-1 ماتش 2-1 ماتش 1-0 فلحد اخر لحظه المباراه متعلقه وهنا تعادلنا ثلاث مباريات فعلا بتبقى ماتشات قويه فعلا ماتشات قويه جدا يعني ماتش واحد في السبعه اللي احنا كنا بنتكلم على السبع ماتشات ماتش واحد اللي كسبنا 3-0 كان له يعني ظروف خاصه كده وكسبنا 3 اللي كان في السويس انما الماتشات متعلقه دايما لاخر لحظه حتى المباراه الاخيره اللي كانت هنا في الدور الاول تعادلنا 0-0 يعني لما بتشوف الاهلي دلوقتي يا كابتن طارق سواء افريقيا او محليا في الدوري المصري في مباراه القاره لاعيبه النادي الاهلي شايف انا دايما بحب اسال ضيوف الكبار في القيمه في الكوره يعني بتشوف السلبيات في ايه؟ اهم من الايجابيات بالنسبه لي انا شخصيا. بص دايما الاهلي في يعني مثلا انا شفت يعني افضل مباراه وافضل شوط ان الاهلي اداه في الفتره الاخيره دي مباراه المصري الشوط الاولاني.
اداء دي حقيقة. دي فعلا حقيقة. فعلا لقيت شفت اداء النادي الاهلي اللي بيتقدم فعلا من لعيبه النادي الاهلي يعني الكره على الارض لعيبه المصري مش يعني ما كانوش بينقلوا ال 90 دقيقه 45 دقيقه النادي الاهلي في نص ملعب النادي المصري وكمان بيستحوذ وبينقل وبيوصل فاحسن شوط شفته للنادي الاهلي مباراه الشوط الاول في مباراه المصري بشكل عام بقى الماتش كله يعني انما الشوط الاول كان افضل بكتير برضه لسه الاهلي ما وصلش يعني عارف انت الاهلي دايما بتنزل انت المباراه كتوحيد من اول ثانيه في المباراه بتحس ان انت ضغط الفرقه وحاططها في ال 18 وكره عرضيه من اليمين وكره عرضيه من الشمال وفاولات ومش عارف وكورنر من هنا وكورنر من هنا فدي لسه ما وصلت يعني ما وصلناش لدي لسه انما الاداء لا الاداء انا شايف الاداء الى حد كبير اداء معقول مش هقول الاداء يعني متميز لسه اداء متميز الاهلي لحد يعني خمس ماتشات بتتكلم داخل فيه هدف واحد في خمس مباريات في خمس مباريات الاهلي كسبان في الخمس مباريات دول كسبان اربعه تقريبا متعادل مباراه واحده متعادل اثنين المباراه الاخيره مع ان كان دي المباراه الوحيده ما هو انا مش عايز اقول الاداء كان وحش الاداء ما كانش وحش خالص انما ضيعنا فرص كتير بالعكس كان في استعجال على كان في استعجال بس كان في استعجال في جوه 18 في استعجال شويه في رعونه شويه المكان ده يا جماعه عايز هدوء والمكان ده عايز عقل عايز فكر مش عايز يبقى فيه عصبيه او عايز يبقى فيه قوه في حاجات بتبقى عايز دايما القوه اول مره كنت اشوفها لما بتتكلم في نقطه مهمه اول مره كنت اشوف لعيبه الاهلي مستعجلين قوي هي دي بس انما كان في اداء وكان في فرص كتير بتضيع وكان في استحواذ وكان في كرات عرضيه لليمين والشمال وكان في فرص كتير ضاعت الماتش ده كان فيها اللي هو ماتش النجمه الاخير انما كان في استعجال دايما داخل ال 18 ده عرض لك مباراه المصري الشوط الاول طبعا لا كنا كويسين قوي مباراه المصري بصراحه الشوط الاولاني كنا كويسين قوي لان كره على الارض كتير يعني دايما الاهلي لما بيمسك كره كتوحيد عشان الفرقه الثانيه تبدا تاخدها انت بتبني عليها مش اقل من 10 15 نقله على الارض بالظبط على ما تبدا الفرقه ايه تبدا تاخد الكره منك فمباراه المصري الشوط الاولاني كنا لا بالعكس كنا كويسين مباراه النجمه مش عايز اقول كنا كويسين مش معنى بص المشكله عندنا ان اوقات كتير احنا بنحلل النتيجه ما بنحللش الاداء مش معنى ان احنا تعادلنا يبقى الاداء وحش احنا ممكن نكسب مباراه والاداء ما يبقاش كويس انما لا مباراه النجمه اللي شفنا الاداء الى حد كبير كان معقول أوي. كان في رعونه كان في استعجال داخل ال 18 يعني لو جبت الشوط الاولاني ده في فرص ده انت والشبكه بالظبط يعني في لعيبه كان من جوه الست بالظبط بالظبط كان في استعجال كان في استعجال شويه كان في استعجال في الوقت اللي هم كانوا متكترين فيه جدا دفاعيا كان لازم نتقل شويه لغايه لما نلاقي ثغره بس زي ما بيعمل الكره بتجيلك وانت جوه ال 18 محتاجه عقل ومحتاجه ان انت تركن ما تستعجلش في ان انت تشوط يعني اركن بس شوط من بره ال 18 من بره ال 18 مش هتركن كره من بره ال 18 مش هتخش حارس مرمى انما لما تبقى جوه ال 18 واوقات بتبقى جوه السته وبره السته باتنين ثلاثه يارده طب انت محتاج تشوط ليه؟ ده انت لو ركنتها كده هتحطها بعيد عن الجون هتخش ده في كور جت بتخبط في رجل الجون بالظبط 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 لو حتى كروس بالعرض كل عرض كتير بالظبط يعني انت من الناس اللي انا اعرفها انها هي بيعملوا سيناريوهات في دماغهم بتعمل سيناريو في دماغك او بتتخيل الماتش وبنسبه كبيره جدا بيطلع الماتش زي ما انت بتتخيله متخيل ماتش الترجي بكره ازاي هو دايما لو فكرت فيه الماتشات اللي كنا بنلعبها هناك كانت دايما السيناريوهات اللي بتبقى موجوده وكان دايما يعني الكابتن حسام او لما كان موجود الكابتن فتحي يعني الماتشات الثلاث ماتشات اللي لعبتهم هناك كان الكابتن حسام ماتشين والكابتن فتحي مبروك المباراه دايما في بدايه المباراه طبعا انت بتحاول تمتص الضغط الجماهيري وتمتص حماس اللعيبه داخل الملعب فتمتصه بايه؟ ان انت تنقل كتير كتير يبقى في استحواذ يبقى في نقل كتير وخد بالك برضه النقل ما يبقاش عندك جوه على خط طب انت شايف باتريس كارتون معلش انا بقطعك بس احنا بنتكلم في الكوره عشان حديث بقى شايف باتريس كارتون من المدربين اللي بيحبوا النقل الكتير ولا بيحبوا اللعب المباشر شفتها في ماتش في مباراه المصري الشوط الاول شفتها الى حد كبير ما شفتهاش كتير في الماتشات اللي اتلعبت شويه المباراه بتاعه النجم انما الماتشين بتوع الماتشين بتوع تاون شيب ما كانش موجود طبعا الملعب هناك طبعا لظروف خاصه ويعني الكلام يعني الملعب الى حد كبير كان يعني صعب كان فارق مع اللعيبه طبعا اللعيبه محتاجه ملعب كويس واللعيبه اصلا هي لعيبه على كترات عاليه فمحتاجه ملعب كويس بالزبط. فده متوفر بكره ان شاء الله باذن الله فمحتاج ننقل كتير بص دايما يا كابتن حبيبي شوف حتى في ماتشات في اوروبا الاستحواذ ده في يعني في فرقه بتبقى الكره بتبقى معاها 50 و60 نقله بالظبط بالظبط فالاستحواذ ده الاستحواذ ده لحد ما يجي لك يفتح ثغره اول ما تلاقي الثغره تك توصل حط بقى قدام ده بقى انت متخيل شايف الماتش بكره ازاي؟ المباراه زي ما قلت لك في ضغط من الترجي يبقى فيه هيبقى فيه ضغط شويه من الاهلي هيبقى فيه ضغط من الاهلي ممكن بس انا 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 بقول لك ان المباراه صدقني المباراه هتبقى يعني زي ما هي ضغط على الاهلي ضغط على الترجي انما زي ما بقول لك احنا عشان احنا نبقى شكلنا كويس في المباراه ونحاول نمتص الغضب ده في الجمهور والضغط الجماهيري واللعيبه في الملعب محتاجين بس ننقل شويه في اول ربع ساعه
هتلاقي نفسك انت بتاخد كمان انت دفع معنويه وبتوصل وممكن هتوصل لجون كتير. خبرك ما هم برضو هم المباراه بالنسبه لهم هم كده كده صعدوا بس بتلعب على الاول. وان شاء الله باذن الله احنا برضو يعني الصعود ان شاء الله باذن الله مفيش فيه مشكله. لا احنا لسه يعني خلينا نتكلم واقعيا لسه تكسب مكبر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ما فيش قدامنا حلول باذن الله يعني. وممكن نتعادلوا بكره مع بعض باذن الله ممكن يعني لو نتعادلوا بكره ممكن تكسب بكره ليه لا. انا بتكلم على كامبالا سيتي وتاونشيب لو تعادلوا مع بعض خلاص يبقى خلص الموضوع. خلص. انما بقول لك احنا بكره ان شاء الله برضو المباراه انت كنت بروح تلعب الماتشات هناك كانت بيبقى صعبه. كان المباراه يعني دور الثمانيه يعني ده خروج المغلوب. المباراه كانت في النهائي. المباراه كانت في النهائي اللي كسبناها يعني المباراه برضو خلاص بتلعب على البطوله. بكره المباراه انت لحد كبير انت برضو ما انتش مضغوط قوي يعني ما انتش رايح تلعب على نقطه ولو خسرت النقطه هتبقى بره البطوله. لا دي مش موجوده. فدي برضو تديك اريحيه كبيره جدا. الريحية في ان انت لما تبقى نازل الملعب في ثقة وفي هدوء في الملعب وتنقل وتوصل يعني ما بيبقاش في بقى استعجال في ان انت كل كرة تمسكها طق تقوم تديها واحدة قدام. واحدة قدام دي معناها ان هم هياخدوا الكرة ويعملوا استحواذ وهيجولك. شخصية المدرب يا كابتن طارق بتفرق في النقطة طبعا. يعني شخصية المدرب انا مثلا مدرب عصبي وتنشان شوية غير مدرب هادي مدرب بيقول لعيبه العبوا مالكوش دعوه. قابلت الشخصيات دي في النادي الاهلي بدون تحديد اسماء؟ هقول لك على حاجه. قابلت طبعا قابلت مدرب بيبقى فيه فعلا يعني زي ما انا بقول شخصيه اللاعب او شكل اللاعب هو شخصيه المدرب بره الى حد كبير بالنسبه لك. هقول لك على حاجه. اللاعب انا بتكلم بشكل عام بقى مش على النادي الاهلي ولا لعيبه النادي الاهلي. تمام مهم قوي ان المدرب ما يبقاش درجه الهدوء بتاعته تبقى توصل تتعدل الحدود بشكل ان انت يبقى مبالغ في درجه يبقى توصل ان اللعيب ما يبقاش عامل حسابك وانت لا اكيد بره. لا اكيد لا دي مهمه جدا اكيد لا. انا بتكلم خلينا نتكلم على الاهلي يعني خلينا نتكلم على الاهلي. مهم في هدوء طبعا لازم المدرب يبقى هادي لازم المدرب يبقى مد اللعيبه ثقه في الملعب وما يبقاش مستعجل اللعيبه ومش موتر اللعيبه. كل الكلام ده مطلوب انها مش لدرجه ان اللعيب يبقى في الملعب اوقات اللعيب في الملعب يعني الدنيا لا لازم انا برضو يبقى تركيز عالي انا المكان بتاعي ما بقاش انا في كوره ممكن ما ارجعش فيها طب مفيش مش الكلام ده اصلا ما يحصلش الكلام ده بصراحه فاهمني. انما موجود المدرب يبقى هادي طبعا لازم يبقى هادي عشان حتى ما كل ما انت طول ما انت هادي طول ما انت بتفكر صح اول ما بيحصل توتر او بيحصل عصبيه شويه تفكير الى حد كبير ما بيبقاش صح. هتلاقي التفكير عندك فيه عصبيه برضو. هتلاقي حتى توجيهك داخل الملعب للعيبه في الملعب ممكن يبقى فيه عصبيه. ممكن يحصل وارد ممكن تلاقي لعيب مع النرفزه مع الضغط مع رد الفعل ممكن مش كويس. فدايما اللعيب محتاج ان يبقى التوجيهات بيبقى بشكل كويس بشكل فيه هدوء. وفي اوقات لا محتاجه يبقى فيه شويه يبقى فيه في صوت عالي وتوجيه يبقى بصوت عالي وبشكل معين وما ياخدش وقت. طب لو انت مع الشناوي بكره هتقول له ايه؟ ابرز نصايحك ليه؟ ابرز النصايح للشناوي ان الشناوي في المباراه الكبيره اللي زي دي او اكرامي ايا كان اللي او عالي حتى يعني ثلاثه موجودين وثلاثه جاهزين ان شاء الله. احنا بنتكلم بس في يعني في الواقعيه يعني الشناوي اقرب يعني الشناوي اقرب دايما في المباراه دي ببقى نازل احنا دايما احنا بننزل احنا الاول دايما حتى بننزل قبل تسخين اللعيبه بحوالي 5 دقائق او 10 دقائق فبننتص حماس الجمهور في الاول وبيجري طبعا في ال 18 بيجري حوالي 4-5 دقائق كده وبعدين يعمل اطالات ويبقى هادي جدا 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 وبعدين نبدا نشتغل يبدا لازم شو لازم التسخين بتاعه الجون ياخد ثقه في التسخين. ثقه ازاي وان حتى وانا بشوط عليه انا متعمد اشوطه بشكل معين الشوطه دي تبقى راحه يبقى بيمسك ياخد ثقه حتى على الجمهور اللي موجود لان لا طبعا لو انت بتسخن والكره داخل الجون والجمهور بيبدا يعمل اهات ومش عارف ايه بالظبط كل الحاجات دي انا ببقى واخد بالي منها وعامل حسابي ليها يعني. طب انت ابرز نصايحك ممكن يبقى هادي يبقى هادي ودايما يبقى عشان اوصل لدرجه التركيز بنسبه 100% اعمل حاجتين في التركيز 100% اعمل حاجتين. كل ما الكره بتتحرك انا كمان ليا تحرك. الراجل بيسنتر الكوره سواء احنا بنسنتر او تمام دايما كل تحرك للكوره انا كمان ليا ليا تحرك. ممكن الكوره بتتحرك 20 يارده انا اتحرك يارده دي واحد اثنين اكمل التركيز بس الحاجه الثانيه ان انا دايما يبقى في توجيهات دايما للاعيبه داخل الملعب توجيه بشكل معين وبشكل هادي كل ما انا بوجه يبقى انا معناها ان انا مركز. انا مش ممكن اقول لك يا عبد الحميد تعالى يمين شويه وبقولها كده. طب استاذنك هنكمل هنكمل حواري معاك ونشوف اهم النقاط اللي ممكن تقولها للشناوي بكره واهم نصائحك ليه بعد ما اخد هذه المداخله التليفونيه المهمه جدا. كابتن خالد بيومي نجم التحليل الاول في العالم العربي كله. كابتن خالد اهلا بيك. كابتن عبد الحميد ازيك اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين وكل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى عليكم وتحياتي كابتن طارق سليمان. منور الدنيا يا كابتن خالد. تحياتي ليك يا كابتن. ربنا يخليك. ربنا يخليك كابتن طارق ازيك؟ الحمد لله يا كابتن انت عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب.
الله وانت طيب يا فندم، ربنا يخليك يا رب. يعني طبعا لما يكون معايا خالد بيومي بقى بيبقى عندي اسئله كبيره جدا وكثيره جدا، بس احنا هنركز في ماتش الترجي بكره. كابتن أيه. خالد بيومي يعني بقى هقطع عليك الموضوع على 4 لتحت. طب ما كنتش هسالك كده. انت كمان هتتوقع الاسئله كمان بتاعتي؟ لا لا، مش عارف على اصحاب، فعشان كده طالما اصحاب فبفهمك. تمام التليفون. تمام ربنا يخليك يا كابتن. بص، الاربعه اللي تحت بالنسبه للترجي مشي من عندهم علي مشاني وكمان الطالبي وقابلوا مبارك البكرايت قلب الدفاع بكرايت، وبالتالي الراجل الفتره اللي فاتت دي مش قادر يلاقي مشكله للحته ديت. نازل خليل شمام اللي هو الباك ليفت لعبه قلب دفاع بالظبط، والباك رايت جاب سامح التربالي من اهل طرابلس لعبه على الباك رايت، ونازل حسين الرباعي خلاه يلعب باك ليفت وهو اساسا قلب دفاع. الاربعه دول من اسوء ما يمكن في الترجي. السته اللي قدام غير الاربعه اللي تحت، صحيح عندهم اثنين لاعيبه نص ملعب ممتازين جدا قوي، فرانك كوم وكولوبالي، انما الاربعه اللي تحت يا كابتن ميدو وكابتن طارق، اذا كان حسين الربيع بطيء جدا ممكن يفرق مع النادي الاهلي بالنسبه لوليد سليمان، خليل شمام مع شمس الدين الزوادي ثغره كبيره جدا ممكن يلعب عليها وليد ازارو، نفس الموضوع بالنسبه لسامح الدربالي اخطاء كبيره جدا، وشفنا الهدف اللي جه في ماتش البطوله العربيه مع رزاق سيسي مباراه الاتحاد السكندري. اعتقد لو كارتيرون لعب على الاربعه اللي تحت قدر يعمل فاصل او جاب كبير للعيبه نص الملعب والاربعه اللي تحت او ضغط عليهم من البدايه، هيتعب كتير جدا الترجي وخصوصا الربع ساعه الاولى. وجهه نظري ان ده لازم يشتغل عليه كارتيرون والجهاز اللي معاه. يعني بص بيقال كل الاسئله. بس مش هسيبك برضه يا كابتن خالد يعني. طيب لو قلت لك ابرز اربع لاعبين ممكن تحطهم انت كخالد بيومي في خط هجوم النادي الاهلي، الثلاثه اللي تحت الفرود والفرود. في التوقيت الحالي احنا عارفين ان مؤمن زكريا بره، مظبوط بالظبط. وليد سليمان انا شايف ان هو بقى ليدر في النادي الاهلي للامانه الشديده، عامل دور ممتاز جدا اذا كان في صناعه اللعبه او في الجبهه اليمين او الشمال، لما بيتحرك في الثلث الاخير بيبقى ممتاز جدا. النقطه الثانيه موجوده عندك على الجبهه الشمال، هنحط ميدو جابر لانه في اخر مباراتين كان اداؤه الفني كويس جدا وقدر يبقى محطه كويسه جدا للنادي الاهلي مع وليد ازارو. اتوقع المشكله الحقيقيه للنادي الاهلي تحت راس الحرب. انا عاصف سخه عاميه، ما اعرفش كان سام ناصر ماهر موجود في الدكه ولا لا، او موجود في التركيبه بتاعت النادي الاهلي او موجود في القائمه ولا لا. انا بالنسبه لي ناصر ماهر من اللاعبين اللي قدامهم مستقبل كبير جدا في النادي الاهلي وفي مصر. اذا خد ماتش واثنين وثلاثه واربعه مع الثقه من الجهاز الفني ممكن يكون الاربعه الجيدين جدا بالنسبه للنادي الاهلي في الخط الامامي. خالد بيومي. لا صح، خالد بيومي كلام في الجول ناصر ماهر برضه يا كابتن خالد. انا شايف ان هو زي معاك يعني في نفس كلامك بالظبط، في نفس اتجاهك، لعيب على مستوى عالي جدا فكريا كمان، عايز شويه حاجات بس كده فتنس شويه بس هيبقى لعيب عالي جدا، وعايز كمان زياده في المباريات وخبره في المباريات مش اكتر، يبقى لعيب عالي جدا. لا لا، هو يمكن كمان تكمله كلامك يا كابتن ميدو وتكمله كلام كابتن طارق سليمان على ناصر ماهر، ناقص بس هو محتاج يا كابتن لازم يبقى حاسس انه لابس تيشيرت النادي الاهلي اكتف شويه. لازم يسيبه من المقارنات اللي بيتم بيها مين راح مين جاي مين قاعد. لا، هو صانع العاب النادي الاهلي في الوقت الحالي، عليه منافسه كبيره جدا، عليه ضغوط كبيره جدا. هل هو كفء او قد ان يشيل يستحمل الضغوط ديت؟ قدها، لو قدها يشتغل وهيبان وهيظهر وهيبقى اضافه كبيره جدا للكره المصريه. وجهه نظري ان هو كلاعب لعيب فنياته عاليه جدا، امكانياته الفنيه عاليه جدا، انما الضغوط بتاعت الاهلي كبيره على لعيب صغير في السن، وبالتالي اتمنى ان هو يشتغل على الحته دي كويس. كابتن خالد، ايه اللي يقلقك بكره من ماتش الاهلي والترجي من جانب النادي الاهلي تحديدا؟ يقلقني ان حسام عاشور مش موجود، بس انا واثق في احمد فتحي وعمرو السلاله موجود، مع ان انا شايف لعيبه الارتكاز في النادي الاهلي ما فيهاش مشكله، اكرم توفيق لعيب ممتاز جدا، معرفش مع الوقت ممكن يكون اضافه كويسه جدا للنادي الاهلي، هشام محمد نفس الموضوع، لعيبه من اللعيبه اللي تلعب وتأدي الدور الثالث في الارتكاز او صانع العاب، لاعب ممتاز جدا. ليقلقني السته اللي قدام في الترجي، بس انا ما يقلقنيش حد في النادي الاهلي. ليقلقني يوسف البلالي، المجري، انيس البدري، غلال الشعلالي، طه ياسين خنيس بعد العوده من الاصابه، نفس الموضوع الاثنين لعيبه نص الملعب دول يقلقوني في الترجي، انما غير كده لا لا، الملعب تيم جماعه كومباكت بيفرق كتير جدا عن اي نادي اخر. اعتقد ان هو قادر على العوده بنتيجه ايجابيه للنادي الاهلي اذا استغل الرباع الاخير واذا قدر
يحسن التعامل مع السداسي الامامي لنادي الترجي. اكيد يا كابتن خالد، يعني انا مش عايز اطول عليك مع اني مش عايز اسيبك، لكن اخر سؤال اساله لك، باتريس كالترون خالد بيومه شايفه ازاي؟ شايف ان طريقه اللعب وبتاعه اللعب المباشر، اللعب اقل عدد من اللمسات عشان اوصل للجون، ولا النادي الاهلي احسن اللي هو يعمل استحواذ اكتر عشان يلاقي ثغرات في دفاعات الفرق المنافسه؟ لا، انا اعتقد ان اللمسه ان السرعه افضل كتير جدا. العناصر اللي موجوده عنده في الوقت الحالي تدي له ناتج السرعه بميدو جابر، وليد سليمان، ووليد ازارو، صحيح اصابه جونار اجيلا اي مدير فني تاثر على المستوى الفني، انما اعتقد ان السرعه ممكن تكون مهمه جدا بكره بالنسبه لباتريس كالترون. هو في النادي الاهلي مع احترامي وتقديري لسه حتى الان لم يفرض بصمته على لعيبه النادي الاهلي وعلى تشكيل النادي الاهلي، فرقه من الفرق الكبيره جدا على مستوى افريقيا الوطن العربي، وبالتالي لسه باتريس كالترون محتاج وقت ومزيد من الوقت، انما طبعا انا شايف انه بدا ياخد وضع كبير جدا او معرفه كبيره جدا بقيمه وامكانيات اللعيبه اللي موجودين في النادي الاهلي. لكن باتريس كالترون في نظر خالد بيومي كشخص او كمدرب او كمدير فني بعيد عن النادي الاهلي شكله ايه؟ لحد ما ممكن اقول انه شخصيه هادية جدا متزنة، ممكن يجي بلد. انا شايفه ان هو مدرب المدربين الجيدين جدا اللي جم مع مصر، صحيح الفرصة ما سعفتوش مع وادي دوجي، لا بس الاختلاف في الامكانيات والفوارق موجودة عند النادي الاهلي بالعناصر الموجودة في النادي الاهلي، صحيح بدأت الحل كمان يا كابتن ميدو في تغيير جلد في النادي الاهلي في عناصر كثيرة جدا بالظبط، وبالتالي محتاجة وقت بالنسبة لباتريس كالترون. اكيد يا كابتن خالد، شايف في منافسة في الدوري العام السنة دي؟ طبعا هتكون بين كام فرقة؟ جدا. ممكن اقول لك النادي الاهلي طبعا، نادي الزمالك، مش هستثني بيراميدز لانهم الفرق اللي ممكن يكون عندها امكانيات مع الوقت يبقوا منسجمين بشكل رائع جدا. المصري بحسام حسن حتى لو كان خسر النادي الاهلي، نفس الموضوع النادي الاسماعيلي، لا دوري السنه دي مختلف جدا بامكانياته الفنيه، بقوه المدربين الموجودين فيه، بالعناصر، باختلافهم في امور كثيره، اعتقد ان الدوري مختلف تماما. كلمه لجمهور النادي الاهلي يا كابتن خالد. بالتوفيق لكم في كل شيء. نجم التحليل الاول في الوطن العربي خالد بيومي، شكرا جدا جدا ليك. يعني حاجه جميله طبعا، حاجه جميله جدا، ويعني بص تحس انه قاري المباراه. لا لا هو سهله خالد بيومي، يعني طبعًا. خالد بيومي بصراحه حاجه قاري ان شاء الله، وحافظ مذاكر، حافظ فرق الدوري المصري، الدوري الانجليزي، الدوري الايطالي، الدوري الالماني، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، موسوعه كرويه متنقله، بعرف يقراك كمان، انت عايز ايه، عايز سؤال ايه، زي ما انت شايف كده. لا ما شاء الله، يعني اعتقد ان احنا لمينا مع خالد بيومي، انتوا بتثقوا فيه وانا عارف بتثقوا فيه، بقرا دايما على السوشيال ميديا خالد بيومي، معشوق كل الجماهير المصريه عموما، بتثقوا فيه وفي رايه. اتكلم على باتريس كالترون بمنتهى الصراحه ومنتهى الامانه، قال لسه، ولكن مدرب ليه شخصيه قويه جدا، مدرب فنيا عالي جدا، اعتقد ان هي مداخله مميزه من خالد بيومي. احنا كنا بنتكلم في نصايحك، انا مش ناسي الشناوي. كنا بنتكلم زي ما بقول لك، التركيز يعني عشان التركيز بنسبه 100%، حاجتين اتنين. الحاجه الاولى زي ما بقول لك كنت بتكلم، دايما يتحرك مع تحرك الكوره، دايما اي تحرك الكوره في الملعب انا كمان ليها تحرك، يعني ممكن الكوره تتحرك 50 متر او 50 يارد، ممكن يبقى ليها تحرك 2 يارد، ممكن تتحرك 10 يارد، ممكن تتحرك نص يارد، بس لازم تفرق معايا نص يارد دي، سواء بقى في الحاجات اللي يبقى فيها تصويب على المرمى، او في الامور اللي تبقى خاصه للحاجات اللي بتبقى ورا خط الظهر، الحاجات اللي دايما بتبقى ورا خط الظهر. مهم جدا برضو بقى يعني الفاولات، وتعرف ان التوانسه مميزين جدا جدا في الحاجات الثابته، فاولات من الجناب مهمه جدا ان دايما يبقى، طبعا اكيد كل الكلام ده بيتقال، يعني متاكد يعني بالظبط، كل على النصايح يعني، الناس كلها تبقى بره شويه، ما تخشش في جوه قوي عشان ما يبقاش فيه مشاكل، طول ما كل ما اللعبه بتخش جوه السته بيبقى المشاكل كتير بالظبط، تبقى في زحمه والكره بتبقى يعني بيبقى في شويه عشوائيه. شفنا جوارديولا في الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت كان بيسيب حوالي 15 يارده بالظبط. مهم كل الحاجات دي مهمه. الحاجه الثانيه طبعا التوجيه، التوجيه طبعا، واقرب الناس بيوجههم طبعا الديفندرين اللي موجودين في الملعب والاثنين الاربعه في خط الظهر، اقرب الناس دايما يبقى في توجيه، لان هم في الحاجات الثابته زي ما بقول لك خطر. فمهم قوي الحاجات ديت، وان شاء الله باذن الله الشناوي يعمل مباراه كويسه، او حتى لو شريف هيلعب، لو علي لطفي،
بالتوفيق ليهم ان شاء الله باذن الله. انا متاكد ان الماتش كويس ان شاء الله. اكيد دي لقطات قدام حضراتكم كابتن خطيب طبعا موجود في تمرين النادي الاهلي. كابتن خطيب لما سالوا سعد سمير كابتن خطيب يعني وجوده بيشكل ضغط ولا بيشكل ايه بالنسبه لك؟ قال طبعا بيشكل طبعا دفعه معنويه هائله لكل اللعيبه وبيشكل ضغط ان احنا لازم نكسب كمان، لكن ضغط ايجابي وليس ضغط سلبي. كابتن خطيب اسطوره الكره المصريه ورئيس النادي الاهلي. كابتن طارق اخر سؤالين ليك، احنا قدامنا بالظبط دقيقه ونص. اكتر موقف زعلك في النادي الاهلي واكتر موقف كنت طاير بيه من الفرحه في النادي الاهلي؟ انت يعني موقف في الكوره؟ في الكوره في الماتش مباراه السوبر الافريقي اللي كانت في الجزائر. احنا كنا واخدين الكونفدراليه وفاق الصيف كان واخد ابطال دوري. والمباراه دي احنا تعادلنا في الوقت الضايع. يعني الحكم كان حسب وقتها 3 4 دقايق، كان خلصوا 3 4 دقايق وكان في كورنر لينا اتلعب على مرتين، رفع حسين السيد حطها متعب. تعادلنا بسن ربيع. ايوه لسن ربيع. تعادلنا 1-1 ولعبنا ضربات جزاء. فمن اكثر البطولات اللي زعلت عليها. كنا اتمنى نكمل 6 بطولات. فدي من الماتشات اللي اكثر فرحه ليك بقى في النادي الاهلي. اكتر فرحه انا فرحت ان شاء الله الحمد لله. فرحت كتير بس الفرحه في حاجه لها طعم. اول فرحه اول بطوله افريقيه اللي كانت في تونس برضو اللي كان ماتش الترجي. طبعا كنا متعادلين هنا 1-1 وكان في جون دخل في شريف طبعا بتاع وليد الهشري اللي كان بالكره العرضيه اللي حطها بالدماغ. والماتش اللي بعدها كان بعدها باسبوعين وما كانش في دوري ولا كان في كاس ولا كان في اي حاجه. تعادل سيد حمدي محسن من بوسه. مين؟ سيد حمدي وجده. بالظبط. بس انا بقى لا في الماتش في القاهره تعادل سيد حمدي. سيد حمدي تعادل هنا بالزبط. وجده هناك ووليد سليمان. جده ووليد سليمان. سيد حمدي تعادل. فالماتش اللي كان هناك احنا قعدنا اسبوعين على ما لعبنا الماتش اللي هناك. مش عايز اقول لك بقى يا كابتن عبد الحميد الضغوط اللي احنا اتحطينا فيها. طبعا انا اول ماتش بقول لك على طول وشوف اكرامي. ده جده. ده جده ده الجون الاول بتاع جده. مش عايز اقول لك بقى لا اسبوعين ضغوط وشتيمه طبعا كلها كانت للامانه يعني الناس من كتر حبها للنادي الاهلي. يعني كل واحد من كتر الانتظار ان المباراه لسه قدامها اسبوعين دي كانت كتير جدا بالنسبه لي بالنسبه لي طبعا لشريف. والحمد لله رب العالمين رحنا هناك وربنا اكرمنا وكسبنا 2-1 وخدنا البطوله يعني وكانت دي بطوله غاليه جدا يعني. يا رب دايما كده ان شاء الله في افراح وفي انتصارات. وكل سنه وانت طيب يا كابتن طارق ونورتني وشرفتني وسعدت جدا بلقائك. عندي اسئله كتير جدا لكن للاسف وقتنا يعني انت ان شاء الله تنورنا ان شاء الله فرصه ثانيه ونتكلم بقى عن قطاعات الناشئين وازاي ننميهم وزي ما انت الكلام اللي انت كنت بتتكلم ان شاء الله. كابتن حميد انا بشكرك طبعا وسعيد جدا جدا ان انا يمكن ده اول تواجد ليا بعد ما مشيت من النادي الاهلي في قناه النادي الاهلي ودي طبعا يعني قناه انت مشيت بس انت موجود طبعا انت يعني انا بالنسبه لي يعني هفضل طول عمري طبعا يعني أكيد. حب للنادي الاهلي والنادي الاهلي دايما كلنا استفدنا من النادي الاهلي وكلنا طبعا بننتمي لكيان كبير جدا جدا واحنا بنبقى كمان فخورين واحنا بننتمي للكيان ده. فبشكرك طبعا وبشكر كل الناس اللي في قناه النادي الاهلي وان شاء الله باذن الله يعني نتقابل تاني ان شاء الله باذن الله. باذن الله. نورت وشرفتك. ربنا يكرمك يا كابتن. يعني دي كانت فكرتنا مع النجم طارق سليمان. سيبكم بقى مع النجم الاخر امير هشام عشان يكمل بقى معاكم باقي فقرات الاهلي الليله.